الرحمن. ومن الرب سبحانه والكلام ده يعني بيبقى لسه قدام شويه، بس واضح ان انتوا قلبين شويه. مش يعني انا معرفش كنتوا كلهم حضرتوا معانا الميتنج ولا، بس احنا اتفقنا ان احنا هنبقى دايما متاخرين شويه عن المحاضرات، والهدف مش ان احنا نجري ولا ان احنا نخلص بدري، ولا يعني الهدف ان احنا نكون فاهمين وماشيين يعني خلص وقت كويس نقدر نذاكر ونراجع ونحل ونعمل كل حاجه. وبالصدفه بقى عرفت في نفس اليوم ان احنا مش متاخرين، يعني عرفت من المحاضرات ان في ناس كده غريبه بتحضر المحاضرات كده، يعني لان كائن منهم وعرفت منه ان احنا بالعكس مش متاخر، يعني اول مره يعني بقالي كتير قوي بنرس، اول مره نبقى ماشيين تقريبا مع المحاضرات. هما هيسبقونا طبعا بعد كده، بس انا قصدي ان اليوم بالذات اللي اتقال فيه ان احنا متاخرين ما كناش متاخرين. فموضوع التأخير ده محدش يقلق منه، اللي طبعا الآن ليه حرية، يعني في ناس بتقلق بقى وتقول لك لا احنا ايه هنشوف حل تاني، يعني هنتصرف احنا بقى. فطبعا بالنسبة لي مفيش مشاكل والله، انا يعني اولا والاخيرا يهمني مصلحتكم بس، يعني ما تفرقش معايا حاجة خالص والله، يعني معرفش بقى انتوا هتصدقوني ولا لا، بس في المرحلة السنية وبعد الفترة الطويلة دي من التدريس والكلام ده مبقاش فارق معايا غير ان الطالب يستفيد، سواء بقى استفاد معايا استفاد مع غيري استفاد لوحده، يعني مش هتفرق معايا انا شخصيا، يهمني ان هو يكون ماشي كويس وربنا يكرمه في الفرح. ف يعني مفيش داعي انا طبعا الهيئه قوي يقول لي متاخرين كده، مش هزعل منه والله ولا حاجه، بس هو الحقيقه ان احنا اتفقنا عليها من اول يوم ومش متاخرين لدرجه ان انا هاجي وقت امتحان نص السنه واحنا لسه ما خلصناش، يعني الحمد لله عمرها ما حصلت وان شاء الله ما تحصلش. بالعكس احنا بنخلص في وقت كويس جدا وبندي فرصه كبيره قوي من قبل امتحان الباثولوجي اللي هو اول امتحان غالبا في كل امتحانات نص السنه واخر السنه، نديك فتره طويله تلم فيها بقى نفسك وتقعد في البيت تذاكر وتراجع وتعمل كل حاجه. فموضوع التاخير ده موضوع نسبي وما هوش مقلق خالص. قبل ما نكمل كلامنا ان شاء الله النهارده بقى في الاكسكريشن، انا عايز بس اقول لكم كده عشان بس يطمئن قلبي كده، هقول لكم شويه احتمالات. عيان مثلا بياخد دواء اسمه وارفرين واخد معاه حاجه زي السايبيتامين، او عيان بياخد وارفرين واخد معاه دواء زي الفينيتوين، او عيان بياخد وارفرين بقول لكم دواء ما سمعناهوش قبل كده اسمه الالوبيورينول، بلاش وارفرين بقى، عيان بياخد دواء زي الثيوفيلين وبياخد معاه دواء مثلا وليكن ريثرومايسين، عيان بتاخد اورال كونتراسيبتيفز وبتاخد دواء منوم اسمه فينوباربيدون. حد يقول لي بقى ايه اللي ممكن يحصل في الدراج انتراكشنز؟ يعني لو افترضنا مثلا عيان بياخد وارفرين واخد سايبيتامين اللي هو الدواء المشهور القديم بتاع قرحه المعده، لان ده معرض ليه؟ انت فاهمين فكرتي؟ الوارفرين ده دواء بيتكسر بالليفر بالهيباتيك مايكروزومال انزيمز، والمره اللي فاتت قلنا في ادويه بتاثر على نشاط الانزيمز مش كده؟ في انديوسرز تزود كفاءه الانزيمز اللي هي تكسر نفسها او تكسر ادويه ثانيه، وممكن على المدى البعيد تقلل شغل الفيتامينز معينه. والدواء ده اللي اسمه السايبيتامين ده هيباتيك مايكروزومال انزيم انهيبيتور. يحصل ايه ساعتها في العيان؟ المعيان ده معرض ايه كلينيكالي؟ بليدنج اندلس. يجي له؟ بليدنج. يعني هي البرزنتيشن كلينيكال بتاعه هيجي لك بايه؟ ببليدنج. ليه بقى حصل البليدنج؟ السايبيتامين قلل كفاءه الهيباتيك مايكروزومال انزيمز المسؤول عن تكسير الورفرين، فبدا الورفرين اللي كانت جرعته عاديه يبقى كانه جرعه اعلى او توكسيك فقد يؤدي الى نزيف. طب وارفرين زائد فينيتوين العين ده ممكن معرض ايه؟ هو الفينيتوين ده ايه؟ من اقوى الهيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر او اكتيفيتور مش كده؟ فيزود قوي نشاط الانزيمز اللي بتكسر الورفرين، فجرعه الورفرين اللي بديها للعيان دي كانها اقل من الجرعه الثيرابيوتيك المطلوبه، فمعرض العيان ان هي يجي له ثرومبوكيتوريا. ايه بقى الالوبيرينول ده؟ انا قلت لك الالوبيرينول ده النهارده اللي افتكرته والله وانا جاي في السكه حاله كلينيكال من كام سنه كده، عيان كان بياخد وارفرين، وزي ما قلت لكم دايما هنكرر كده الوارفرين دواء مزعج جدا، اي حاجه ممكن تزود نشاطه او تقلل نشاطه سواء ادويه او اكل او غيره. العيان ده كان بياخد وارفرين وفجاه لقينا داخل في شوك الهيموجلوبين بتاعته بتاع وصل تقريبا 5-4 حاجه زي كده، وبدا طبعا اتلحق بقى بلاد ترانسفيوجن مش عارف ايه، بس القصه كلها كانت عباره عن ايه؟ العيان بياخد دواء اسمه الوبيرينول، معرفش سمعته عنه زمان في البايو، الالوبيرينول ده اسمه زانثين اوكسيديز انهبيتور، فاكرينه؟
اللي هو بيمنع تكوين اليوريك اسيد، بيوقف انزيم اسمه زانتين اوكسيديز اللي هو بيكون اليوريك اسيد بين الزانتينز والهايبوزانتينز. الالوبرينول ده دواء بتاع جوت، دواء بيتاخد في الوقايه من الجوت. العيان بياخده، العيان اللي بقول لكم عليه ده كان بياخده بقاله عشرات السنين، ولما ابتدى ياخد الوارفرين الالوبرينول ده من ضمن عيوبه المشهوره قوي ان هو هيباتيك مايكروزومال انزيم انهبيتور. فبدا يحصل ايه؟ بدا ان الالوبرينول يقلل كفاءه الانزيمز المسؤوله عن تكسير الوارفرين، مش كده؟ فبدا الوارفرين في الدم عمال يزيد وبدا يعمل بليدنج مش واضح. هي مشكله العيان اللي بيجيله بليدنج، لو جاله بليدنج واضح، لو جاله مثلا ابيستاكسيس اللي هو نزيف الانف هياخد باله، لو لقى وهو بيعمل يورين في بلاد نازل هو الهيماتوريا هيلاحظ ان في حاجه. ساعات بيحصل حاجه اسمها اوكلت بلاد، اوكلت يعني مستخبي كده، ينزل مع الستونز كده نزيف من الجي اي تي بسيط قوي بس مستمر، العيان ما ياخدش باله منه. بعد فتره طويله بقى من النزيف الصغير ده المستمر دخل في هيموجلوبين قليل قوي، دخل في شوك. فخلي بالك ده ان شاء الله يمكن مش مكتوب في الكتاب دلوقتي، بس باذن الله لما نيجي ناخد البلاد بقى هفكرك، او ناخد علاج الجوت هفكرك ان الالوبرينول ده كان بيعمل دراج انتراكشنز مهمه قوي. طيب قول لي بقى عشان نبتدي حاجه جديده، ثيوفيلين زائد اريثرومايسين، تاني قلناها المره اللي فاتت مش كده؟ ثيوفيلين ده دواء مشهور قوي في الوقايه من برونكيال ازمه، ومشكلته انه من الادويه اللي الفرق ما بين الثيرابيوتيك ليفل في البلازما اللي انا عايزه وما بين التوكسيك ليفل بسيط. ايه الاريثرومايسين ده؟ انتي بايوتيك. عيبه بقى بالنسبه لنا او قصته ان هو هيباتيك مايكروزومال انزيم يقوم يقلل كفاءة الانزيمز اللي بتكسر الثيوفيلين. هيبدأ الثيوفيلين ما تكسرش ده يعني لحد ما يوصل لتوكسيك. الحل طبعا في الحالات دي كلها لو انا هدي دواء معاه انهبيتور وي هاف تو ريديوس ذا دوز بتاعت الدواء اللي بيكسر في الليل. ست بتاخد اورال كونتراسبتيفز ومثلا ما بيجيلهاش نوم، بيجيلها ارق، فبتاخد دواء قديم كده منوم قديم اسمه فينو باربيتون. يحصل لها ايه الست دي؟ بتاخد اقراص منع الحمل، في نفس الوقت بتاخد فينو باربيتون اللي هو نموذج بالنسبه لنا مهم قوي للهيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر. هيحصل؟ صح. هيحصل ان الفينو باربيتون هيزود الانزيمز اللي بتكسر الاورال كونتراسبتيفز، فيحصل فيلير للاورال كونتراسبتيف، مش كده؟ مش هتشتغل، هي شغلتها انها ايه؟ تمنع الحمل. لما تفشل يحصل حمل. تيجي ست بريجننت وتستغرب قوي وتحلف لك انها بتاخد الكونتراسبتيف بيلز كل يوم وما قطعتهاش ومش عارف ايه، وهي عندها حق، بس الفكره ان الليفل بتاع الكونتراسبتيفز قليل لان هي عماله تاخد معاها دواء بيكسر اورال كونتراسبتيف. فهمنا؟ طيب انا ما اطمنتش قوي لان واضح برضو ان احنا لسه ما ابتديناش ندخل في المود المذاكره قوي، فان شاء الله يعني نبتدي بقى. المره اللي فاتت اتكلمنا عن اكسكريشن لو فاكرين، وبدانا نقول ان في عندنا فور مين روتس اوف اكسكريشن حسب الكتاب بتاعنا، يعني اهم واحد طبعا هو رينا اكسكريشن، وتقريبا قلنا عليه كل حاجه اعتقد. فاكرين الدواء عشان يحصل له اكسكريشن باي ذا كيدني لازم يكون او يفضل يعني يكون ووتر سوليبل او يقول عليه ايونايزد ان ذا ايونايزد فورم، وقلنا ان الدواء بيبقى دخوله جوه النفرون اوف ذا كيدني او يعني قصه الاكسكريشن بتاعه معتمد على ثلاث حاجات، ان يحصل له فلتريشن، ممكن الدواء ده يبقى ري ابزوربد لو كان في جزء منه ليكيد سوليبل وان ايونايزد، وفي بعض الادويه بيحصل لها اكتف تيولر سكريشن بتتحرك من البلد مباشره للبروكسيمال كونفليوتد تيول من غير ما تعدي على حته الفلتريشن. واتفقنا ان احنا عندنا في كارير للادويه الاسيدك، فاكرين الكلام ده، وفي كارير للادويه البيزك. وقلنا الادويه الاسيدك المشهوره كانت البنسلين ودواء اسمه الفوزامايد اشهر او من اشهر الدايوريتكس، ومجموعه اسمها ثايزايد برضو من مدرات البول. وفاكرين هنا كان في دواء اسمه بروبيليسيد استعملناه في ايه ده بقى؟ او عمل ايه دراج انتراكشن؟ لما اخدناه مره مع بنسلين كان حلو ولا وحش؟ لما اخدنا بروبيليسيد مع بنسلين كان ايه الاخبار؟ كويس. ليه بقى؟ لان في كارير واحد وعندك دوائين اسيدك هيتخانقوا مع بعض، اللي هيتشال على الكارير هو البروبيليسيد اللي انا مش عايز منه حاجه، واللي هيفضل في البلد البنسلين، فده يطول الدوريشن اوف اكشن بتاع البنسلين. طب لو كان اخدنا بروبيليسيد مع ثيازايد او مع لوب، ايه رايك؟ هي الدايوريتكس بتشتغل وهي في الدم، الدايوريتكس بتشتغل بعد ما يحصل لها سكريشن، وتشتغل فروم ذا انر لومن اوف ذا نفرون، بتشتغل من جوه النفرون. طول ما هي قاعده في الدم دي ولا تعنيني في شيء ولا ليها قيمه، لازم تنزل باكتف ترانسبورت. طيب هي اسيدك يبقى محتاجه الكارير، لو اخدت البروبيليسيد معاهم
اللي هيحصل ايه؟ نفس القصه، بروبيرسيد هو اللي هينزل في اليورين ويفضل الثايزايد او اللوب ريتيند ان بلاد. حلوين قوي مستواهم في الدم بس مش شغالين، لانهم عشان يشتغلوا لازم ينزلوا هنا. يبقى ساعتها اقول ان البروبيرسيد انتاجونايزز، مش كده؟ بيعاكس او بيضاد الاكشن بتاع الثايزايد واللوب دايركتس. المره اللي فاتت بس عشان نكمل اللي احنا قلناه، انا نسيت اقول لكم مثال الويك بيزس. في ادويه ويك بيزس، مش الافيدرين والامفيتامين، لا انا بتكلم على ادويه ويك بيزس بتحتاج انها تنزل في اليورين باكتيف ترانسبورت. عندنا دوايين مشهورين جدا، دواء اسمه الديجوكسين، ودواء تاني اسمه الكيلينين، او في ناس بتنطقه الكويلينين، اعتقد يعني النطق بتاع الاثنين صح. الديجوكسين ده احنا سمعناه قبل كده بتاع هارت فيجر، وعرفنا ان هي خاصيه كده مميزه للفي دي بتاعه كبير قوي لان هو بيتخزن في عضله القلب. الكويلينين ده اشهر دواء في الاريثميا، اشهر انتي اريثميك دراج، او اقدم، بلاش اشهر دلوقتي يمكن ما عادش له دور قوي، لكن هو اقدم انتي اريثميك دراج. وبيقفل الصوديوم شانل، طريق شغل ان هو يقفل الصوديوم شانلز في الخلايا اللي بتطلع امبلس. طيب الديجوكسين والكيليتين دول في بينهم علاقه قويه جدا الحقيقه. العلاقه اللي موجوده عندنا في الكتاب ان الاثنين محتاجين اكتف ترانسبورت، الاثنين بينزلوا في اليورين بالاكتف ترانسبورت، والاثنين ادويه بيزك، والاثنين بالتالي لهم نفس الكارير صح؟ هو في كارير واحد بيشيل كل الحاجات الاسيدك، وكارير واحد بيشيل كل الحاجات البيزك. طيب لو انا اديت ديجوكسين مع كويلدين هيبتدي يحصل كومبيتيشن صح؟ في واحد فيهم ليه افينيتي على الكارير اعلى اللي هو الكويلدين، يبقى هو ده اللي هينزل في اليورين ويفضل الديجوكسين قاعد في الدم. طب ايه المشكله؟ الديجوكسين ده من اكتر الادويه اللي الفرق ما بين الثيرابيوتيك بلازما ليفل والتوكسيك ليفل قليل قوي. يحصل ايه بقى ساعتها؟ اديت كويلدين مع ديجوكسين، الكوينيدين هو اللي اتشال على الكارير، هو اللي نزل في اليورين، وفضل الديجوكسين متحوش في الدم. فمع الوقت مستواه اللي كان ثيرابيوتيك ده هيبتدي يعلى ويدخلني في حاجه مشهوره جدا اسمها ديجيتاليس توكسيسيتي. كويس؟ في حاجه بقى مش مكتوبه هنا لكن مكتوبه بعدين ان شاء الله. فاكر انت قصه البلازما بروتينز؟ مش كده؟ لما كنت بدي دوايين مع بعض كده كان يبتدي يحصل بينهم ايه؟ كومبيتيشن على المكان اللي مسك فيه على البلازما بروتينز. طيب لما بدي كيليدين مع ديجوكسين، الكيليدين يديسبليس الديجوكسين فروم بلازما بروتينز، الكيليدين يزيح الديجوكسين من على البلازما بروتينز. يبقى ايه اللي حصل في الديجوكسين؟ تحول من باوند ملوش قيمه الى فري، هيشتغل مش كده؟ الفري لما يعلى هيحصل ايه؟ توكسيسيتي صح؟ جيف ريزون بقى، جيف ريزون، كوميدين should not be given in patients treated with ديجوكسين. عايز اجابه حلوه كده بقى ملوظه كده. ليه ما اقدرش ادي كوميدين في العيان اللي بيتعالج بالديجوكسين؟ انت خايف على ايه؟ خايف ان يحصل ايه في العيان؟ ديجوكسين توكسيسيتي صح؟ طيب ليها سببين. ان يحصل تسمم ديجيتاليس في الحاله دي ليها سببين. السبب الاول تمام انه هيقلل الرينال اكسكريشن بتاعه، الديجوكسين مش هينزل في اليورين لان في كومبيتيشن على كارير، وان الكويلدين ديسبليسز ديجوكسين فروم بلازما بروتين. النتيجه ايه؟ ان مستوى الديجوكسين في الدم عمال يعلى، العارف ينزل في اليورين والباوند فيه عمال يتحول الى فري. وصلت يا جماعه؟ يبقى دي وصلت؟ دي من الحاجات المهمه قوي ان شاء الله اللي هناخدها بقى دراج انتراكشنز. ما تستناش حد في المنهج يعلمك دراج انتراكشن. شغل مخك بقى. دراج انتراكشن، انت لو سالتك دلوقتي دراج انتراكشنز هتطلع حاجات كتير قوي اخدناها في الجنرال، بس مش عايز اضيع وقت كبير فيها. بس ممكن يحصل دراج انتراكشن على مستوى الامتصاص صح؟ ودراج انتراكشن دي معناها ايه؟ يا اما دوايين يعكسوا بعض يا دوايين يزودوا بعض. في ادويه تقلل امتصاص بعض، في ادويه بالعكس ممكن تزود الامتصاص. فاكرين قصه الادويه بتاعت السلولي ديسنتجريتد دراج في الاستومك والكوينيدين ومش اول قصدي الميتوكروبرامايد والاتروبين والكلام ده؟ مش فاكرين. طيب ان شاء الله نذاكر ونفتكر يعني. في دراج انتراكشن مهم قوي على مستوى الليفر. اللي هو ايه؟ ايه الدراج انتراكشن اللي ممكن يحصل في الليفر يعني؟ ان انا ادي دواء بيتكسر بالهيباتيك مايكروزومال انزيمز وادي معاه انهيبيتر او انديوس صح؟ مش ده دراج انتراكشن؟ ادي دراج انتراكشن في الكيدني او في الاكسكريشن. ان انا ادي بروبيلسيد مع بنسلين ده دراج انتراكشن، او ادي بروبيلسيد مع ثايزايد او مع لوب، او كينيدين مع جوكسن. يبقى كل دي امثله الدراج انتراكشنز ماجي المنهج بقى كله.
ده بالنسبة للنقطة اللي كانت موجودة عندنا في الكتاب. احنا بنتكلم على فكرة في الاكسكريشن صفحة 11 في الكتاب الجديد. اخر نقطة بس في الاكسكريشن مكتوب نمرة 6 ذا كليرنس بتاع بعض الأدوية معتمد مين على رينال اكسكريشن. يعني أدوية ما بيحصلهاش تقريبا ميتابوليزم أو قليل الميتابوليزم بتاعها. ومديني هنا أمثلة الأدوية، دواء اسمه الأتينولول ودواء اسمه النادولول. من اسمهم جد دول يطلعوا ايه؟ بيتا بلوكر. شبه البروبرانول قوي. بس الفرق بينهم ان هم هيدروفيليك دراجز. يعني الاتينولول والنادولول دي ادويه هيدروفيليك. يعني متوقع فيها انها مش محتاجه تقريبا ميتابوليزم، مش كده؟ بالكم يا جماعه النهارده هو الميتابوليزم بيحصل انهي ادويه؟ اللايبوفيليك عشان احولها لهيدروكنزل في اليورين. طب ده ادويه اصلا هيدروفيليك يبقى مش محتاجين ميتابوليزم. طيب في معاهم دواء مثال تاني كده، ده اسمه باربيتون، مش مهم طبعا، مجموعه اسمها الباربيتوريتس اللي كان فيها الفينوباربيتون، ده ما تهمناش قوي. في دواء اسمه الجالامين، حد بنوصل له ان شاء الله. الجالامين ده اخو الكوراري، فاكرين الكوراري؟ الكوراري ده عباره عن ايه؟ سكيليتال ماسل ريلاكسن، مش كده؟ دواء بيتاخد في العمليات عشان اعمل ارتخاء في العضلات. ده شبهه بالظبط، شبهه من ناحيه الميكانيزم اوف اكشن وحاجات كتير قوي. كويس؟ طب دي ادويه معتمده اساسا على رينال كليرنس. افرض بقى جالك عيان عنده رينال امبيرمنت، فاهم السؤال؟ عيان عنده مشكله في الكدني، يا ترى ده احسن لي اديله دواء لايبوفيليك ولا دواء هيدروفيليك؟ ايه رايك؟ عيان عنده مشكله في الكدني، يعني عنده مشكله في الاكسكريشن شويه، مش كده؟ لما اجي اعالجه بدواء اختار له دواء لايبوفيليك ولا دواء هيدروفيليك؟ يعني هفترض معاك ان هو عنده مثلا ضغط وانا قررت اديله بيتا بلوكر، وعندي احتمالين، عندي دواء من البيتا بلوكرز لايبوفيليك اسمه بروبرانيلول، وعندي ادويه هيدروفيليك زي الاتينولول والنادولول، اختار ايه؟ ايه رايكم يا جماعه؟ قولوا حاجه. دواء الكدني بتاعته مش عيان، قصدي الكدني بتاعته مش شغاله كويس، اديله دواء معتمد في التخلص منه على كدني، امال اعمل ايه؟ اديله دواء لايبوفيليك ليه؟ ايوه، هيتحول غالبا الى ايه؟ الله ينور عليك، هيتحول الى ايه؟ اكتف ميتابولايت، مش كده؟ ينزل بقى في الكدني بسرعه، ينزل ببطء، ما ينزلش مش مهم، لان يعني خلاص تخلصت من الدواء. لكن لو كان الكدني بايظه واديته دواء هيدروفيليك، انا معتمد في التخلص من الدواء ده على وظائف الكلى، صح؟ يبقى لو وظائف الكلى تعبانه يبقى التخلص من الدواء اللي لسه شغال ده فيه صعوبه. طيب ازنقك بقى في سؤال من استاذنا اللي دايما بيسالك اسئله ملهاش لازمه. افرض انا عندي رينال امبيرمنت وما عنديش غير دواء هيدروفيليك. يعني مش مخير بقى، انا لو خيرت هختار دواء لايبوفيليك. يتكسر وينزل متكسر، مش كده؟ لكن بقى انا هزنقك واقول لك لا، ده انا ما عنديش غير الدواء الهيدروفيليك، عندي ضغط وما عنديش غير دواء هيدروفيليك، واحد من دول. استعمله ولا ما استعملوش؟ استعمل الدواء ده ولا ما استعملوش؟ استعمله بس اعمل؟ برافو عليك. اعمل حاجه بقى، يعني يا ريت الفارما تبقى مع الطب كده حاجه يعني زي شبه بعض. هتحتاجوا لما تخرجوا كتير قوي الكلام ده، بعمل حاجه اسمها دوز ادجستمنت. يعني بظبط، بفصل جرعه على حسب العيان، على حسب وظائف الكلى بتاعته. مش لازم نعرف احنا بنحسبها ازاي، بس لما ناخد العمل ان شاء الله هنسمع معادله كده بنستعمل فيها حاجه اسمها كرياتينين كليرنس. اشوف الكرياتينين كليرنس بتاع العيان بالنسبه للسليم واحسب الجرعه بتاعتي. صعب يا جماعه؟ يبقى كده انا عندي مجموعتين ادويه كده، لايبوفيليك وهيدروفيليك، صح؟ وعرفنا الفروق بينهم. النهارده بس بفكرك لو العيان عنده رينال انسفشنسي يفضل دواء لايبوفيليك. لو العيان عنده مشكله في الكدني وهتضطر تديله دواء هيدروفيليك، وي هاف تو ادجست ذا دوز. بالمره بقى، امتى ما اديش دواء لايبوفيليك؟ امتى يفضل ان انا ادي دواء هيدروفيليك؟ لو الليفر، برافو عليك، لو الليفر هو اللي بايظ والكدني حلوه، مش كده؟ يبقى ساعتها الدواء الهيدروفيليك بالنسبه لي احسن. اتفضلي دكتور بتاع السرعه. انا ممكن طيب، ما هو في مشكله ان انا مش قادر اتخلص منه، مش كده؟ يعني سيبك من الادويه دي، الادويه اللي هو كاتبها في الكتاب دي ادويه كلها سيف. في ادويه لو عالت مستواها في الدم توكسيك وهي معتمده على رينال كليرنس. كويس؟ لا، ما هو برضه انا فهمت قصدي. اللي بينزل في اليورين يا جماعه ده ما بينزلش كده مره واحده. يعني مش العيان ياخد الدواء ويدخل الحمام يروح منزل الدواء في اليورين؟ لا، الدواء بيدخل في اليورين
جزء منه بيحصل له فلتريشن وجزء بيرجع للبلط، واخد بالك؟ جزء بيدخل هنا كده وجزء كبير قوي ما بيعديش. اللفه الجايه ان شاء الله شويه هينزلوا في اليورين، واللفه اللي بعدها شويه. فعاده الدواء اللي بينزل في اليورين انشينجد ليه لونجر ديوريشن اوف اكشن. انت فهمت قصدي؟ يعني انا كده صح الاجابه بتاعتي دي اللي انت اللي طلبها يا شيخ؟ ليه اديله دواء هيدروفيلك؟ طيب هو الدواء الهيدروفيلك ده غالبا ما حصلوش ميتابوليزم، مش كده؟ الدواء الهيدروفيلك ده بيحصل له ميتابوليزم؟ لا ما بيحصلوش. طيب ما دام ما حصلوش ميتابوليزم يبقى اكتف ولا ان اكتف؟ يبقى لسه اكتف. طيب لو انا مش قادر اتخلص منه وعمال يعلى لي في الدم ممكن يعمل لي تسمم ويعمل لي اعراض جانبيه عنيفه، صح؟ فعشان كده لازم اظبط الجرعه اللي هديها للعيان على حسب قدره العيان على التخلص من الدم. لا بالعكس، ده هو سهل التخلص منه مش مشكله، بس في العيان ده بالذات في صعوبه في التخلص منه لو عنده رينال امبيرمنت. انا بتكلم على عيان بياخد دواء محتاج في التخلص منه انه ينزل في اليورين، بس الكيدني مش شغاله كويس، فقدره الكيدني على التخلص من الدواء اقل من الطبيعي. ده اللي عليها صح في العادي، صح؟ القانون ده يمشي في الطبيعي في البني ادم العادي كده، لكن لما يكون عيان عنده رينال امبيرمنت يبقى سهل انه يتخلص من الدواء ده؟ هيبقى فيه صعوبه شويه مش كده؟ يبقى احسن وهو نازل اكتف، يعني مشكلتي ان هو نازل لسه شغال. فالدواء ده لو مش قادر اتخلص منه مستوى في الدم ممكن يعلى، وفي بعض الادويه ممكن يعمل توكسيك افكت. هو صعب يا جماعه الموضوع وصل يعني ماشي كده؟ طيب نخلص بقى من حته الاكسكريشن دي. النقطه نمره 2 في الاكسكريشن او الطريقه نمره 2 في الاكسكريشن اللي يحصل اكسكريشن باي جاسترو انتسفاينال تراكت. وبرضه معلش هنا في شويه حاجات كلينيكال كده نركز مع بعض فيها. الجي اي تي ده ممكن يتخلص يتم التخلص من الدواء عن طريق سلايفا، صوت يا شباب، او عن طريق البايل، او عن طريق الاستومك، او عن طريق انه ينزل في الستولز. يعني الجي اي تي يعتبر كمنفذ لاخراج الدواء عن طريق حاجه من الاربعه دول، يا سلايفا يا بايل يا استومك يا ستولز. السلايفا ملهاش قيمه، هي مكتوبه في الكتاب، فاحنا مضطرين نقولها ان ده عيان ياخد دواء والدواء يبقى اكسكريتد ان سلايفا. في ادويه مشهوره زي المورفين هنسمع عنه ان شاء الله في الترم الثاني، وهقول لكم قصه كده ليها علاقه بان هو بيبقى اكسكريتد ان سلايفا مؤجله بقى دلوقتي. الاسبرين جزء بسيط قوي منه بينزل في السلايفا. الميركوري والحاجات القديمه بتاعت زمان الهيفي ميتالز دي، يمكن اشهر دواء، اشهر دواء مش مكتوب حتى في الكتاب بينزل في السلايفا او بينزل جزء منه في السلايفا، اسمه ريفامبيسين. سمعنا عنه قبل كده؟ احنا سمعنا عنه علاج كبير، بس مش ده اللي انا قلته تقريبا في المنهج. انا قلت ان هو مثال للانديوسر للهيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر، مش كده؟ بالمناسبه بقى ريفامبيسين ده بيبقى اكسكريتد في السلايفا واكسكريتد في اليورين واكسكريتد في البايل واكسكريتد في الدموع في التيرز، ويعمل اورنج ريد ديسكالوريشن لاي سكريشن من دول. يعني العيان اللي بياخد الفامبيسين ده اول حاجه لازم تقولها له خلي بالك الدواء ده هيخلي لون البول احمر. لو ما قلتلوش الكلام ده وروح البيت لقى اليورين احمر هيتخض، هيتفزع، يفتكر في بقى تيومر ولا في ماليجنسي ولا في ستونز ولا حاجه. ويعمل يلون لون اي حاجه كانت سلايفا تيرز اي حاجه. بفتكر الفامبيسين ده ان شاء الله لحد ما نوصل له وان اوف ذا دراجز المشهور قوي اللي بتبقى اكسكريتد في كل مكان. طيب سيبك بقى من السلايفا، الاستومك. انت متخيل يعني ايه دواء يبقى اكسكريتد في الاستومك؟ انا اقول لك مثال كده عشان نقرب الموضوع شويه. يمكن الدواء الوحيد اللي موجود في الكتاب او في المنهج اللي بيبقى اكسكريتد في الاستومك هو المورفين. هو المورفين ده ايه في الطب؟ انرجيزك، مش كده؟ حلاوه المورفين في ايه؟ حلاوته في ايه؟ يعني الناس بتدمن المورفين ليه؟ عشان بيعمل حاجه اسمها يوفوريا، يعني يعلي المزاج بقى وكده السعاده بقى والشعور بال كويس. عيب المورفين بيعمل تولرانس. يعني ايه تولرانس؟ يعني بالظبط فيلير تو جيت ذا نورمال ريسبونس باي ذا نورمال دوز. وبعد التولرانس بيحصل في المورفين حاجه اسمها فيزيكال ديبندنس، لو بصين كده الادمان ادكشن كويس. الناس اللي بتاخد مورفين بالذات المدمنين بياخدوه ازاي؟ لا المورفين ما بيتشمش،
انه في بيتاخد اي في ما شفتوش ال هانيا ومش عارف علي ولا طيب المورفين بيتاخد اي في دايما في المدمن بيتاخد اي في. تخيل بقى جزء من المورفين جوه البلاد كده عن طريق الاي في انجكشن جزء منه ويل بي اكسكريتد في الاستومك. متخيلها يا جماعه؟ يعني داخل على السيستميك سيركوليشن كل حته في الجسم هيروح لها مورفين مش كده؟ شويه من اللي رايحين للاستومك للجي اي تي هيدخلوا من البلد لليومن اوف ذا ستومك فكان الدواء ده از اكسكريتد باي ذا ستومك. لو هي جرعه عاديه من المورفين ليس لها اي قيمه. لو جرعه صغيره كده 5 مللي 10 مللي المورفين اللي هو كمسكن ده مفيش مشاكل. مشكله المدمن ايه؟ انه كل شويه محتاج يعني جرعه مش كده؟ ففي بعض الاحيان بيوصل لما يسمى توكسيك دوز. لما يدخل في توكسيك دوز الشويه اللي داخلين جوه الاستومك ممكن يرجع يمتص تاني من السمول انتستين ويدخل على البط ويعمل مشكله، يعني يزود مشاكل التسمم بتاع المورفين. متخيل؟ طيب العيان ده يتعمل له ايه بقى؟ صح يتعمل له استومك كوش او جاستريك لافاج. هو دايما الغسيل المعده بيتعمل امتى؟ لما يكون واخد دواء حقنه ولا واخد دواء اورال؟ مش معنى يعني بعمل غسيل معده ليه؟ عشان عندي الامتصاص مش كده؟ المورفين بقى فيه اكسبشن، في بعض الحالات بضطر ان انا اعمل غسيل معده مع ان انا عارف العيان ده اكيد واخده اي بي، مفيش مدمن في الدنيا بياخد مورفين اورال. هو بياخد المورفين انترافينس ولو طالع على راي حد من الاساتذه يقول لك لو طال حتى عقله كده في دماغه على طول هيعملها. فهو رغم انه واخد المورفين انترافينس لكن ستومك وش كان بي بيرفورمد في العيان ده عشان اقلل الجزء بتاع اللي حصل له اكسكريشن يعني دخل من البلد للاستومك ورجع تاني حصل له امتصاص ودخل على على البرين. خلاص يبقى قصه المورفين دي بقى هنقولها ان شاء الله في الترم التاني بس احنا عرفنا بقى فكره ان انا بعمل استومك وش في عيان توكسيك واخد توكسيك دوز من المورفين مع ان هو ما اخدوش باي ذا اورال دوت. الجزء بقى بتاع البايل ده جزء مهم في الطب الحقيقه يعني كلام الفايل بتاع السلايفا والاستومك ده اي كلام يعني. الدواء اللي بينزل في البايل وخلي بالك عشان يعني كتاب القسم يمكن مختصر شويه في الجزئيه دي. الدواء احنا اخدنا الدواء عدى على الليفر اللي نازل في البايل حاجه من الاثنين يا اما الدواء نفسه نازل من غير ميتابوليزم نازل اكتف يا اما دواء يكون حصل له ميتابوليزم ونازل الميتابولايت بتاعه. فاهمين يا جماعه؟ يبقى الدواء لما عدى على الليفر هيتكسر هيحصل له ميتابوليزم اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت ممكن شويه من الميتابولايت اللي هو المركب الجديد اللي ظهر بعد الميتابوليزم ينزل عن طريق البايل. وده ما يهمناش. ده هيكمل طريقه كده لحد ما يخرج مع الستولز. انا اللي يهمني بقى الجزء اللي نازل اكتف في البايل. انت متخيل البايل ده بيودي فين؟ يعني جاي من الليفر كده بيتخزن في الجول بلادر وبعدين ينزل عن طريق البايل داكت على ديودرام صح؟ طيب تخيل بقى جزء من الدواء الاكتف ده اللي نزل في الديودرام هيمشي شويه كده لحد ما يوصل للايليوم ويرجع يمتص تاني. الدواء نازل شغال اهو مش كده؟ يرجع على البلاد تاني وبعدين يعدي على الليفر يحصل له سكريشن او اكسكريشن في البايل ينزل في الجي اي تي يرجع يمتص جزء منه تاني وبعد شويه يحصل نفس اللفه دي اسمها ايه اللفه دي؟ هي لفه ما بين ايه وايه؟ ما بين الليفر وما بين الانتستن مش كده؟ فيسموها انتيريو هيباتيك. انتيريو يعني انتستن وهيباتيك يعني ليفر. بتعمل ايه في الدواء دي؟ ان الدواء ينزل ويمتص منه جزء يرجع وهكذا بتعمل ايه في الدواء؟ تزود الديوريشن صح غالبا بتؤدي الى لونجر ديوريشن اوف اكشن. اشهر امثله نازله بالطريقه دي عندنا المورفين جزء منه بيرجع يشتغل تاني. عندنا ريفامبسين اللي كنا لسه بنتكلم عليه من شويه. ريفامبسين ده لما تيجوا تكتبوه ان شاء الله اللي هيعالج العيانين بقى بريفامبسين بتكتبوا له مره واحده في اليوم. بتكتب له جرعه يتاخد الصبح بس. يفضل شغال لان هو ليه ما يسمى بالانتيرو هيباتيك سيركوليشن. في عندنا مثال ثالث مش مهم بس عشان مكتوب في الكتاب لو شفته ما تتخضش يعني حاجه اسمها فينول فتالين. فاكرينه ده في البايو ولا في الكيمياء ولا ده صبغه عباره عن صبغه ده بيتاخد كبرجاتيف. برجاتيف معناها دواء احنا بنسميه بالعربي ملين بس يعني هو ترجمه مش صح قوي. هو دواء بيفضي اللارج انتست. دواء بيعالج الامساك بيتاخد عشان لو الستولز فيه مشكله في التخلص منها ده يفضي جي اي تي. ده يقول عليه برجاتيف اللي هو الفينول فيتالين ده. يبقى دي امثله الادويه ليها ما يسمى بالانتيرو هيباتيك سيركوليشن. طيب في
في ادويه بقى حلوه قوي نازله في الجي اي تي كده بخيرها زي الانتي بايوتكس. بعض الانتي بايوتكس زي الريفامبيسين اللي كنت بكلمك عليه ده، او زي مثلا دواء من البنسلينز المشهوره قوي اسمه امبيسلين. الدواء ده نازل في الجول بلادر ونازل في السمول انتستين اكتف، نازل زي ما هو كده. ده الميزه اللي فيه. انتي بايوتك اديته للعيان، عدى على الليفر ما اتكسرش ونزل في البايل لسه محتفظ بكفاءته. ايوه يعني هيعالج كويس قوي. يعني نوع من الانفكشنز بالذات بقى ادور على دواء زي دول. الانفكشن بتاعت الجي اي تي زي التيفويد او الانفكشن بتاعت الجول بلادر مش كده؟ زي الكوليسيستايتس. ساعتها الانتي بايوتك اللي بينزل اكتف في البلد في البايل ده حلو قوي. مفهوم يا جماعه؟ وفي ميزه كمان حلوه قوي. كنا لسه بنتكلم عليها وطولنا فيها. معظم الانتي بايوتكس معتمده على رينال اكسكريشن. لو انا عندي مشكله في الكدني كمل بقى. لو عندي مشكله في الكدني وباخد دواء معتمد على رينال اكسكريشن لازم اعمل ايه؟ دوز ما اسمهاش اقلل بقى اسمها ايه صح تبقى اقل بس اسمها ادجستمنت اوف ذا دوز كويس؟ في بعض الادويه بقى حتى لو الكلى مش سليمه الانتي بايوتك ده يريحني. اقدر اديه للعيان من غير ما احتاج اعمل دوز ادجستمنت صح؟ لو هو نازل فين؟ نازل عن طريق البايب والجي اي تي. مفهوم يا جماعه؟ يبقى كان الامبيسيلين وريفامبيسين وادويه ثانيه ان شاء الله كتير في الانتي بايوتكس هنجمعها ان شاء الله في اخر السنه بتنزل اكتف عن طريق البايب. الميزه اللي فيها فيري افكتيف في علاج الكوليسيستايتس والانترايتس اي مشكله انفكشن في الجي اي تي. والميزه الثانيه do not need dose adjustment لو العيان ده عنده رينال انترمنت. انا ريحت دماغي بقى ولا هقعد احسب في جرعات ولا اظبط فيها لان هو does not depend on renal excretion. يبقى خلصنا كده تقريبا من الجزء بتاع البايل. لو انا بنسى حاجه يا جماعه قولوا لي، يعني انا الحاجات اللي بروح كده اذاكر اللي انا قلته تاني، فلو لقيت حاجه نسيها برجع اقولها، بس يعني اول باول كده لو لاحظتوا حاجه قولوا لي. الجزء الاخير بتاع السكن اسف الجي اي تي الجزء بتاع الستولز، انهي دواء بقى اللي نازل في الستولز؟ انهي دواء اللي اتبلع ونزل في الستولز؟ صح، يا اما بالبدايه دواء نوت ابزوربت من اول خالص كده، وغالبا الدواء ده هيبقى اصلا عشان يعالج حاجه لوكال في الجي اي تي، او ايوه دواء اتكسر في الليفر ونزل وكمل طريقه مش كده؟ ما حصلوش الاديم هيباتيك ولا حاجه، دواء حصل له اكسكريشن باي ذا بايل وما بقاش ابزوربت مره ثانيه فكمل طريقه ونزل عن طريق الاستولز. يبقى ادي الروت نمره 2 الكبير اللي هو الجي اي تي، يبقى احنا خلصنا رينا وخلصنا جي اي تي. الروت الثالث اللي هو اللنج. اللنج يعتبر روت اوف ادمنستريشن ويعتبر روت اوف اكسكريشن. انهي ادويه اللي هاخدها عن طريق النفس؟ انهي ادويه المشهوره قوي اللي هاخدها عن طريق الاسبيراتوري سيستم؟ هو ايوه ادويه البرونكيال ازمه البخاخات مش كده؟ او ادويه الجنرال انالثيزيا ادويه التخدير الكلي. وبرده مش هنطول قوي ان شاء الله في الانالثيزيا، بس يعني الانالثيزيا الجنرال بتتعمل عن طريق الانهاليشن، يعني يا اما حاجه اسمها فولاتايل ليكويدز زي دواء اسمه الهالوثين، يا اما عن طريق جازز زي دواء مثلا اسمه نيتروس اوكسايد. انتوا متخيلين لما بدخل عيان اوضه العمليات وبديله غاز التخدير اللي بيحصل؟ انا فاتح اسطوانه التخدير اهو كونتينر وموصل الغاز للعيان داخل عن طريق الريسبيراتوري سيستم بيمتص كويس قوي عن طريق الالفيولاي. عارفين السبب مش كده؟ غازات التخدير دي او الفولاتايل ليكويدز دي تمتص بسرعه جدا وتمتص تقريبا كومبليتلي. ليه؟ سيرفس اريا كبيره وفاسكولاريتي. الدواء هيعدي من الالفيولاي كده يدخل على البلط على السيستميك سيركيليشن يروح على البرين. طول ما انا فاتح الاسطوانه دي الغاز او الفولاتايل ليكويد عمال يعدي في الاتجاه ده. صح؟ ليه؟ ايوه صح، هو بريشر اكتر منه بقى تركيز. بريشر جريدينت يعني تركيز في الاسطوانه اعلى من الالفيولاي، الالفيولاي اعلى من البلط، البلط اعلى من البرين. كويس؟ لما اجي اقفل الاسطوانه دي خلاص خلصت العمليه وعايز افوق العيان فقفلت الاسطوانه يحصل ايه؟ اكسبيريشن. صح، ممكن اسميه ديستريبيوشن طبعا. اللي هيحصل ايه؟ ان الانالثيزيا هتخرج من البرين للبلط للالفيولاي للهواء بره. بقى الفكره كلها فكره بريشر ديفرنس او بريشر جريدينت.
عشان كده اي واحد فيكم يدخل اوضه العمليات او حتى يشوف دكتور تخدير يحس ان ريحه الغاز اللي كان بيستعمله او ريحه المخدر موجود، يقول لك ده ريحته بينج، مش كده؟ كلمه بينج دي انا نفسي اعرف جايه منين الحقيقه، من الالفاظ الغريبه اللي في ما اعرفش بينج دي جت منين، جايز بقى صيني او حاجه مش عارف، بس هي مقصود بيها التخدير. يعني العيان اللي طالع من اوضه العمليات او الدكتور حتى اللي طالع من اوضه العمليات هتشم فيه ريحه الغاز ده او ريحه الفولاتايل ليكويد، لان هو بيطلع باي اكسبيريشن. ده بالنسبه لللنج. اخر مكان بقى بيحصل فيه اكسكريشن احنا قلناه قبل كده، سكين جلاندز. والسكين جلاندز مقصود بيها حاجتين، سويت جلاندز او الماماري جلاندز او البريست ميلك. يعني السكين عشان يفرز ادويه ده حاجه صعبه قوي، بس يمكن من عن طريق السويت جلاندز المشهور قوي ريفامبيسين، من اشهر الادويه اللي بتخرج عن طريق الجلد برضه، هو الدواء اللي سميناه ريفامبيسين. ايه بقى اخبار البريست ميلك بقى؟ نفس الكلام بالظبط اللي احنا قلناه قبل كده واحنا بنتكلم على الديستريبيوشن بتاع الادويه. فاكر قلنا ايه؟ بالظبط كده، most drugs can be detected in breast milk. لو الست بتاخد دواء وبترضع غالبا هتلاقي معظم الادويه اللي هي اخدتها دي وصلت عن طريق البريست ميلك. الفرق بقى ان في ادويه سيف، مش كده؟ يعني دواء زي بتاع الالرجي او الانتي هيستامينكس، دواء مش عارف زي بتاع بيرجاتيف بتاع الامساك، كلها ادويه بسيطه، لكن لو هي بتاخد كلورامفينيكول خطر، مش كده؟ لو بتاخد تتراسايكلين، لو بتاخد انتي ثايرويد، يبقى لازم اعمل حسابي كده. لو في المورفين من ضمن الادويه المشهوره اللي بتنزل مع البريست ميلك، يبقى اعمل حسابك بقى ان الادويه دي هتاثر على السايكلينج بين. مين اكتر ادويه متركزه في البريست ميلك؟ بيزك دراكس والليبيد سوليبل دراكس. وعرفنا السبب ليه بيزك؟ ان البي اتش بتاعه البريست ميلك تعتبر اسيدك بالنسبه للبي اتش اوف بلازما، فالدواء البيزك ده هيبقى غالبا مور ايونايزد في البريست ميلك عن البلازما، فيبقى ترابت ما يرجعش للبلاد تاني، يفضل جوه البريست ميلك لحد ما ينزل مع اللاكتيشن. والادويه الليبيد سوليبل لان الفات كونتنت اوف ذا بريست از فيري هاي. خلصنا كده بقى من الحته بتاعت الاكسكريشن والكلام ده. مش عايز اصدوكم يعني، بس الجزء اللي جاي ده هو الاجزاء الصعبه شويه في الفارما، ومن سوء الحظ ان السنه اللي فاتت انا كنت اجلته لحد اخر درس في الجنرال، فيومها تعبت وما شرحتش، والجزء ده ما اتشرحش يعني، حتى للاسف ملوش تسجيل في المحاضرات السنه اللي فاتت. انا عايزك بقى تنسى الكتاب كده شويه، وايوه حلو الاسترخاء ده، ايوه ترجع لورا كده وتتباك اند ريلاكس زي ما بيقولوا، وان شاء الله سهل ان شاء الله هيعدي. يعني هو العنوان كده مكتوب عنوان يخض شويه، اسمه Fundamental Principles of Pharmacokinetics، يعني في كده قواعد حاجات اساسيه في الفارماكوكينتكس ان شاء الله هنسمعها مع بعض. طيب من غير ما ان شاء الله هنرجع للكتاب باذن الله عشان محدش يتخض يعني، بس قبل ما نرجع للكتاب بقى انا عايز افكرك كده ان احنا هدفنا دايما في علاج اي مرض بدواء ان احنا نوصل بهذا الدواء الى تركيز معين في البلازما، صح؟ احنا قلنا يمكن المعلومه دي قبل كده. عشان اعالج اي مرض بدواء لازم اوصل لما يسمى بالثيرابيوتيك بلازما كونسنتريشن، ماشي كده؟ طيب هفترض معاك كده، ادي الزمن اهو وادي البلازما كونسنتريشن كده، انا عايز اوصل للتركيز ده. عايز اوصل بالدواء للتركيز ده. عندي طريقتين اوصل بيهم لهذا التركيز. طريقه ان انا ادي جرعه كبيرة من الدواء في الأول، عشان إن أنا أدي جرعة كبيرة من الدواء عشان أوصل للثيرابيوتيك بلازما كونسنتريشن أسرع، صح كده؟ كويس؟ الطريقة دي اسمها لودينج دوز ميثود. لودينج دوز يعني جرعة إيه؟ جرعة بملى العيان بالدواء، الترجمة الحرفية كده يقول لك حتى بنعبي العيان، ماشي؟ يبقى دي الطريقة الأولانية، إن أنا أدي جرعة كبيرة في وقت قصير كده، أدي جرعة عالية قوي عشان أوصل الدواء للثيرابيوتيك بلازما كونسنتريشن بسرعة. صح، ما أنا لسه هقول والله حالي. الميزة بتاعت الطريقة دي إيه؟ السرعة. يبقى تنفعني إمتى؟ إمرجنسي، مش كده؟ هنسمع إن شاء الله في يوم من الأيام كده عن حاجة اسمها أكيوت هارت فيلير. أكيوت ليفت فنتريكولار فيلير، العيان ده بيموت. فبديله دواء بالطريقه دي، اديله جرعه كبيره من دواء انترافينس مثلا عشان يبتدي الدواء بسرعه يوصل للثيرابيوتيك كونسنتريشن ويعالج. بنعملها مع دواء اسمه الديجوكسين.
ايه بقى مشكله الجرعه دي بالذات مع دواء زي الديجوكسين ده؟ فاكرين الديجوكسين ده كانت مشاكله ايه؟ الفرق ما بين الله ينور ثيرابيوتيك بلازما كونسنتريشن والتوكسيك بلازما كونسنتريشن اخباره ايه؟ قليل. فلو اديت الجرعه الكبيره دي يمكن تعدي من الثيرابيوتيك توصل لتوكسيك صح؟ خصوصا في انهي عيان؟ كلام بقى كلينيكال يعني الفرق بتبقى حلوه والله لو تاخد كده بشكل انهي عيان اللي معرض لما تديله ديجوكسين يدخل في تسمم؟ اللي عنده لا هو طبعا لو في دراج انتراكشن صح كلامك 100% لكن هفترض ان هو ما بياخدش حاجه تاني. ايوه اللي عنده مشاكل في الاليمينيشن بتاع الدواء صح؟ عنده مشاكل في التخلص من الديجوكسين. الديجوكسين ده معتمد اساسا على رينال كليرنس وجزء بسيط على ليفر. يعني يقول لك كده 80% اكسكريتد زي ما هو و20% ميتابولايز. يبقى لو عندي رينال امبيرمنت هيبقى في مشكله. حتى لو عندي سيفير ليفر امبيرمنت برضو عندي مشكله. طب مين العيان اللي عنده غالبا الاثنين كده بعافيه؟ مين الشخص اللي يعني بحكم الزمن يعني حصل عنده مشاكل في الكلى وحصل عنده مشاكل غالبا في الليفر؟ الاولد ايج. يبقى الطريقه دي اللي هي لودنج دوزي فهمناها يا جماعه جرعه كبيره في وقت قصير عشان اوصل بسرعه للثيرابيوتيك بلازما كونسنتريشن. الطريقه دي حلوه قوي في الطوارئ بس في بعض الاحيان بتؤدي الى توكسيك افكت خصوصا في الادويه اللي فيها مشكله في الفرق ما بين الثيرابيوتيك والبلازما ليفل وخصوصا في بعض الناس اللي عندهم مشكله في التخلص من الادويه زي الرينال او الهيباتيك امباكت. طيب هنتفق مع بعض بقى الثيرابيوتيك بلازما ليفل ده احنا عايزين نحافظ عليه. عايزين نحافظ عليه ونخليه دايما ثابت. فبدل ما اقول ثيرابيوتيك بلازما كونسنتريشن هقول عليه ستيدي ستيت كونسنتريشن. سهلة؟ سي اس اس دي اسمها كتير بقى النهارده. يبقى هي نفس معنى ان انا اقول لك ان الدواء ده عايزين نوصل بيه للثيرابيوتيك بلازما كونسنتريشن عايزين نوصل للمستوى ده وعايزين تقريبا نحافظ على المستوى ده. هو انا لو اديت جرعه كبيره كده مره واحده اللي هي لودنج دوز خلاص اسيب العيان؟ يعني جرعة واحدة خلاص ونمشي؟ ايه اللي هيحصل لما اديله جرعة واحدة خلاص؟ الدواء هيرجع يقل تاني مش كده؟ يبقى عايز اعمل ايه؟ عايز احافظ على مستوى الدواء ده في البلازما، كويس؟ فدي جرعة يسموها كده بالظبط يسموها مينتننس دوز. مينتننس يعني ايه؟ محافظة مش كده؟ يبقى انا بدي جرعة صغيرة الهدف الأساسي منها بعد ما وصلت الدواء خلاص للتركيز اللي أنا عايزه نفضل الدواء عند التركيز ده. انت عارف الجرعه دي تقريبا تساوي ايه؟ تساوي ما يفقد من الدواء. تساوي الجزء اللي الجسم بيتخلص منه سواء ليفر او كيدني او الاثنين. تمام؟ هنعرف ازاي ان شاء الله نحسبها حالا بس الكونسبت الاول يعني. طيب خلاص عرفت الطريقه الاولانيه دي. بالمناسبه يعني اللودنج دوز دي انت عرفت حسبتها. في يوم من الايام كده عرفت ازاي تحسب اللودنج دوز لو انت عارف البلازما كونسنتريشن اللي انت عايز توصل له اللي هو الديزاير بلازما كونسنتريشن وعارف حاجه اسمها الفي دي بتاع الدواء. فاكرين المعادله كانت بتقول ايه؟ الفي دي تساوي الاماونت او دوز على التركيز. مش كده انا النهارده عارف ايه؟ عارف التركيز اللي انا عايز اوصل له وعارف الفي دي بتاع الدواء ده رقم ثابت لكل دواء. يبقى اجيب الاماونت او الدوز الاولانيه دي ازاي؟ اضرب الله ينور كده اضرب الفي دي تايمز الديزايرد بلازما كونسنتريشن هو اسمه ايه بقى النهارده؟ سي اس اس خلاص؟ طيب كل دي طريقه واحده اسمها لودنج دوز ميثود. على فكره انت لما هتشتغل ان شاء الله بالذات اللي هيشتغل في الانفكشنز لما يجي لك عيان عنده مننجايتس او عيان عنده سبتسيميا او عيان عنده نمونيا عنده انفكشن يقول عليه لايف ثريتنينج ممكن يموته. غالبا بتروح اعمل كده بتروح اجيب مدي جرعه كبيره من الانتي بايوتكس في الاول وبعدين تكمل بقى مثلا ايه تدي مثلا يعني 2 جرام انتي بايوتيك 2000 ملي جرام وبعدين تقول له بقى خد 500 ملي جرام كل 8 ساعات. ال 2000 ملي جرام دول ايه؟ تسموا ايه النهارده؟ تسموا ايه؟ لودنج دوز. وال 500 ملي جرام كل 8 ساعات مينتنس دوز. كويس؟ فهمنا؟ تمام. اتفضل يا ديزاير بلازما كونسنتريشن. لا عرفته بقى انا عرفت ده منين وعرفت ده منين دي حاجات موجوده بقى خلاص في الانترنت وفي كتب الفارما وفي نشرات الادويه وفي كل حاجه. يعني كل دواء معروف بالظبط تمام كده كل دواء معروف عنه الثيرابيوتيك كونسنتريشن او سي اس اس ومعروف الفي دي بتاعه. طيب تعالى بقى للطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه ان انا ادي ايه؟
500 ملي جرام كل 8 ساعات للاول كده خالص. كويس؟ يعني كاني بدي الجرعه اللي اسمها ايه؟ مينتنس. بتفضل الجرعه يحصل فيها الاتي: اديت النهارده الدواء او اديت الساعه 12 مثلا الدواء، عالي كده مستوى في البلازما، وبعدين نزل شويه ليه؟ اكسكريشن او ميتابوليزم او الاثنين، وبعدين رحت مدي جرعه ثانيه فعالي شويه، وبعدين شويه منه قله، وبعدين رحت مدي جرعه كمان فعالي شويه قله، وبعدين جرعه كمان، وبعدين جرعه كمان. كويس كده انا وصلت ايه؟ وصلت للستيدي ستيت كونسنتريشن. وبعدين انا مكمل بنفس الجرعه، الجرعه اللي هديها هتساوي الجرعه او الجزء اللي بيفقد من الدواء، هيفضل الدواء عامل كده. تخيل يا جماعه، يعني انا بدات دلوقتي الدواء جرعه عاديه خالص. انا مثلا افترض معاك واحد زي حضرتك كده عنده هايبرتنشن، بياخد كل يوم قرص دواء الصبح. الدواء ده ما وصلش دلوقتي او ما وصلش بعد ما اخدته الستيدي ستيت كونسنتريشن، ده عايز وقت عشان يوصل الستيدي ستيت كونسنتريشن. جرعه وراها جرعه في انترفال محدد، وراها جرعه ثانيه، وراها جرعه ثانيه، فيبتدي مستوى الدواء في البلازما يعلى بالتدريج لحد ما يوصل لمرحله الستيدي ستيت كونسنتريشن، وهيفضل تقريبا ثابت عند المرحله دي، لان الجرعه اللي انا باخدها بتعوض ما يفقد من الدواء سواء بالاكسكريشن او الميتابوليزم. ايه ميزه الطريقه دي وايه عيبها؟ ده عيبها صح، انها محتاجه وقت، وده غالبا مش مشكله في معظم الامراض، حاجات الكرونيك كلها مش ما فيش استعجال. يعني ضغط، ما انا بقالي اصلا 10 سنين عندي ضغط يمكن ما اعرفش، فمش هتفرق لما استنى يومين او ثلاثه او اربعه. الميزه اللي فيها بتجنب التوكسيسيتي غالبا، مش كده؟ بتجنب ان انا اعلى بسرعه كده واوصل من ثيرابيتك كونسنتريشن الى توكسيك كونسنتريشن. الاكيوت بقى خلاص، الاكيوت طريقه الاحسن في الحاجات الامرجنسي او الاكيوت ان انا ادي لودنج دوز ميثود. هنعرف دلوقتي حالا ان شاء الله ازاي او ازاي نحسب المينتنس دوز، بس الفكره وصلت يا جماعه. طيب النقطه اللي جايه بقى، ما دام احنا الحمد لله ماشيين بسرعه كده، في عندنا حاجه في الكاينتكس. انتوا عارفين يعني ايه كاينتكس طبعا، مش كده؟ احنا لسه ما ذاكرناش كويس او ما ذاكرناش خالص، بس اكيد لقطنا عن ايه كاينتكس، يعني ابزوربشن وديستريبيوشن وميتابوليزم واكسكريشن، مش كده؟ طيب انا هفترض معاك ان انا بتكلم على ادويه على جزء الميتابوليزم بتاعها. سيبك من الابزوربشن والديستريبيوشن والاكسكريشن، ده انا بتكلم على ادويه بيحصل لها ميتابوليزم بتتكسر بانزيمز معينه، سواء بقى مايكروزومال او نون مايكروزومال او القصه بتاعت المره اللي فاتت. الادويه بتاعت الطب كلها بتخضع لقانون من الاثنين. في قانون اسمه فيرست اوردر كاينتكس، وفي قانون تاني اسمه زيرو اوردر كاينتكس. كل الادويه في المنهج او في الطب بيحصل لها ميتابوليزم، لو افترضنا ان انا بس بتكلم على النقطه دي، بطريقه من الاثنين، يا اما طريقه اسمها فيرست اوردر يا اما طريقه اسمها زيرو اوردر. فيرست اوردر يعني ايه بقى؟ يعني الدواء ده بيتكسر منه بيرسنت بير يونت تايم. الدواء بيتكسر نسبة مئوية من الجرعة أو نسبة مئوية من تركيزه في البلازما في وحدة الزمن. هقول لك مثال، يعني دواء بيتكسر منه 10% بير اور مثلا، يعني كويس؟ أمال إيه زيرو أوردر؟ زيرو أوردر الدواء بيتكسر منه فيكسد أماونت بير يونت تايم، أو بيقولوا عليها فيكسد نمبر أوف مولز، بيتكسر منه عدد جزيئات معينة في الزمن. مثال يعني دواء بيتكسر 10 مللي جرام في الساعة. أنا عارف أنت ما فهمتش حاجة، متأكد طبعا، مش فيك. تعالى بقى نقول أمثلة كده بالأرقام. دواء نمرة واحد أخدت منه جرعة 100 مللي جرام. كويس؟ مفهوم يا جماعة؟ أو يعني جرعة أو تركيز، عشان بس مش عايز ألخبطك قوي. هنفترض إنها جرعة 100 مللي جرام وصلت للبلازما. الدواء ده بيتكسر في الساعة 10%. تعرف تحسب بقى بعد ساعة فاضل قد إيه في البلازما؟ 90. ما شاء الله 90 صح. اتكسر 10% في الساعة فباقي 90. طب بعد كمان ساعة؟ صح. اتكسر 10% من ال 90، مش كده؟ يعني اتكسر 9. يعني باقي
81 خليهم 80 بقى عشان احنا ايه ما فيش بيننا وبين بعض حسابات يعني ما جاتش على الواحد يعني عشان تبقى سهله 80 بعد ساعتين اهو بعد كمان ساعه اتكسر قد ايه 80 اتكسر 10% منهم يعني اتكسر 8 يبقى باقي 72 خليهم 70 مش هتفرق كتير وبعد ساعه كمان كسر 10% من 70 يعني كسر 7 يعني بقى 63 يعني 60 صح؟ وبعدين 10 كمان تقريبا وصلنا لل 50 وصلنا لل 50 يعني ايه؟ بدأنا ب 100 ونزلنا للنص الفترة الزمنية دي اسمها ايه بقى؟ اللي تركيز الدواء بينزل فيها في البلازما من 100% ل 50% اسمها؟ صح اسمها التي هاف يسموها البلازما هاف لايف تايم او الاليمينيشن هاف لايف تايم تي هاف انت عرفت بقى تياف خلاص مش كده؟ تياف دي معناها ايه؟ تياف ده زمن صح؟ الزمن المطلوب عشان تركيز الدواء في البلازما ينزل من 100% ل 50% كام ساعة بقى لما خدنا جرعة 100 مللي جرام؟ خمس ساعات طيب برضه انا عارف انت لسه ما فهمت عادي برضه تعالى بقى على الدواء بيخضع للزيرو اوردر كويس؟ اخدت منه 100 مللي جرام وانا عارف ان بيتكسر منه في الساعة 10 مللي جرام مش 10% بيتكسر 10 مللي جرام فيكسد اماونت كويس بعد ساعه هيتكسر 10 يبقى فاضل 90 بعد ساعه هيتكسر 10 يبقى فاضل 80 بالظبط مفيش بقى هنا 81 وعشان خاطر يخليهم 80 لا هو 80 بالظبط مش كده وبعد ساعه 70 60 50 يبقى التيار بتاعه الدواء ده قد ايه وصلنا من 100 ل 50 في كام ساعه برضه 5 ساعات صح يبقى في الجرعات الصغيره مفيش فرق قوي ما بين الفيرست اوردر والزيرو اوردر. تعالى بقى انت غلط او العيان غلط او اي حد غلط والعيان ده بدل ما ياخد 100 مللي جرام اخد 1000 مللي جرام. والدواء ده بيخضع للفيرست اوردر كاينيتكس. يبقى هيكسر في ال 1000 ده هيكسر قد ايه منهم؟ 10 مللي ولا 10% منهم؟ 10% يعني بعد ساعه اتكسر قد ايه؟ من ال 1000 100 يبقى فاضل لي 900 وبعد ساعة تقريبا فاضل لي 800 مش كده 10% منهم وبعد طبعا هو مش 800 810 والكلام اللي احنا قلناه ده وبعد ساعة تقريبا 700 وبعد ساعة كمان تقريبا 600 وبعدين 500 يعني التي هاف اللي وصلنا الزمن اللي وصلنا فيه من ال 1000 لل 500 اللي هو النص كام ساعة؟ 5 ساعات مع اني مع ان اديت 10 اضعاف الجرعه مش كده؟ يبقى تي هاف في الفيرست اوردر اخبارها ايه؟ صح وات ايفر الاماونت او الدوز او الكونسنتريشن مش كده؟ مفهوم يا جماعه؟ طيب هو ليه حصل كده؟ لان كفاءه الانزيمز بتزيد او شغل الانزيمز بتزيد كل ما زودت الجرعه مش كده؟ يقول لك عليه بروبورشنال الاليمينيشن از بروبورشنال تو كونسنتريشن صح؟ لما اديتك 100 مللي جرام كسرت لي 10 لما اديتك 1000 مللي جرام كسرت لي 100 لو اديتك 10000 هتكسر 1000 لو اديتك 100000 كان لي 10 وهكذا كل ما بتعلي الكونسنتريشن كل ما بيزيد الاليمينيشن بروسيس صح يقولوا عليها بقى عايز تسال حاجه مش هوصل لابر ليميت في الاخر وانا نزلت عندي ابر ليميت في الدوزز لا مش هيحصل صح برافو عليك مش هيحصل هو ليه عمره ما بيحصل؟ الدكتور بيقول هو مفيش بقى ملهاش نهايه لا الطريقه دي يسموها نان ساتوريشن مفيش ساتوريشن في الانزيم. يعني الانزيم كفاءه الانزيم اعلى بكتير جدا جدا من اي جرعه تديها. فطول ما انت بتزود الجرعات الانزيم بيشتغل اكتر فبيكسر اكتر. عشان كده يقولوا عليها يا جماعه لينير كاينيتكس بص هفترض معاك كده ان ده البلازما كونسنتريشن اهو وده الريت اوف اليمينيشن. كل ما بزود التركيز كل ما بيزيد اللي بيتكسر صح؟ كل ما بزود البلازما كونسنتريشن كل ما بيزيد كفاءة الجسم ان هو يتخلص من الدم. والتفسير كده زي ما قلنا دلوقتي ان هو نان ساتورابل كاينيتكس. تمام؟ الدواء ده معرض للتسمم ولا يعني العيان لو اخذ جرعات كبيرة معرض للتسمم مش قوي يعني طبعا هو ممكن يكون الدواء نفسه بيعمل اكشن توكسيك اكشن بقى لكن لو بتكلم على كاينيتكس يبقى فيه شوية سيفتي في الدواء ده، الدواء ده ما فيهوش مشاكل قوي. طب تعالى بقى لده انا لما اديت جرعه 100 مللي التياف بتاعتنا كانت 5 ساعات لان انا بكسر 10 مللي في كل ساعه تعالى بقى ادي منه 1000 مللي ايه رايك هو بيكسر قد ايه في الساعه 10 مللي جرام يعني بيكسر من ال1000 10 ويبقى لك 990
وبعد ساعة 980 وبعد ساعة 970 وبعد ساعة 970 يعني مش فاضيين بقى احنا نوصل للتي هاف مش كده؟ ايه اللي حصل في التي هاف؟ فيكسد برضه؟ امال كلما زاد التركيز او الدوز صح؟ او الاماونت زي ما تحب تقول بقى. يعني هل الكينيتكس ثابت يعني لينير كده؟ هو ليه اصلا بيحصل كده؟ ليه بيكسر يعني ليه بيجي وقت من الاوقات كده الجسم مش قادر خلاص يعني هفترض معاك مثال كده كان ده انزيم اهو. الانزيم ده بيقدر يشيل 10 مولز مثلا. كويس يقدر يشيل 10 مولز من الدم. لو انت اديت من 1 مول لحد 10 مول ما عندكش مشكله صح؟ لان كل واحد ليه مكان، كل مول من الدواء ده ليه مكان هيمسك في الانزيم ويتكسر. لو انت اديت 12 مول ايه اللي هيحصل؟ العشرة هيمسكوا في الانزيم ويتكسروا والاثنين الاثنين اللي باقيين زياده هيستنوا صح؟ لحد ما يفضل مكان ويجي يمسكوا فيه. فعشان كده يقولوا على النوع ده من الكاينتكس اللي هو الزيرو اوردر ده يقولوا عليه ساتوريشن كاينتكس. الانزيم اللي مسؤول عن تكسير الدواء او طبعا لو بنتكلم على كارير مثلا في الترانسبورت has limited capacity. فوقت من الاوقات هيحصل له ساتوريشن فهتلاقي عمليه التكسير بتبقى ماشيه حلوه قوي في الاول وبعد كده تبطا قوي صح؟ يعني لو من 1 ل 10 هتبص تلاقيها عامله كده مش كده؟ كل ما زودت الكونسنتريشن كل ما الدواء كل ما الانزيم قدر يكسر من 1 لحد 10. لو عدينا وصلنا ل 10 هتلاقي الكاينتكس بدات تبقى عامله كده مش طالعه زي الصاروخ كده زي ده. فهمتوا قصدي؟ لان هنا بدا يحصل ايه؟ ساتوريشن. فالجزء الباقي بيستنى شويه هو هيتكسر طبعا بس المشكله ان هو هياخد وقت عبال ما يتكسر. طيب ايه اخبار التي هاف بقى؟ عرفناها هنا. اتفضل يا مش طيب انت متخيل الزيرو الفيرست اوردر فهمناه؟ انا فاهم ازاي هو اتكسر خمس ساعات هنا وخمس ساعات هنا بس ازاي هما الاثنين في الاخر يعني نفس الحاجه؟ لا نفس الحاجه فين؟ حاجته ان هي توصل هنا 50 وهنا توصل 500 لا انا بص يعني لو بنتكلم على فيرست اوردر احنا اتفقنا معناها ايه لما اقول لك الدواء ده از فولز فيرست اوردر كاينتكس معناها ايه؟ تمام ان انا بكسر نسبه مئويه من الجرعه او من البلازما كونسنتريشن اللي عندي كويس؟ فكل ما زودت الجرعه بتاعت الدواء ده يحصل ايه؟ هل يا ترى النسبه اللي بتتكسر او الجزء اللي بيتكسر ثابت؟ بيزيد لان انا بكسر برسنت مش اماونت هنا. الجزء اللي بيتكسر فيكسد انا بكسر اماونت مش بكسر برسنت من الكونسنتريشن كويس؟ لما ضربنا امثله لقيت في الجرعه الصغيره اللي هي 100 مللي جرام لقيت ان مفيش فرق بين الاثنين مش كده؟ يعني الجرعه ال 100 مللي جرام وصلت ل 50 اللي هي التي هاف في الفيرست اوردر بعد خمس ساعات. ولو اديت دواء يخضع لزيرو اوردر هلاقيه برضو التي هاف في الجرعه الصغيره دي برضو خمس ساعات. الفرق هيبان امتى بقى؟ لما ادي جرعات كبيره. لما ادي جرعه كبيره هنا زودت الجرعه 10 اضعاف والجزء اللي بيتكسر زاد معايا. يعني بدل ما كنت هنا بكسر 10 هنا بكسر 100. فعشان كده وصلت للنص بعد نفس الزمن، سواء كنت واخد جرعه 100 مللي او 1000 مللي انا وصلت للتي هاف بعد خمس ساعات. على الاقصى انا وصلت ل 50 لكن انا وصلت ل 500 لا مش فارقه مش فارقه هي الفكره فكره كونسبت يعني فاكر بقى نص يعني نص الكميه يعني بينزل 50 يعني كده الجرعه عاليه ما تخسرش معاك الدم هو عالي عشان انا بلاقي الجرعه اكبر واخد بالك هي الفرق بقى في الجرعه الكبيره هيبان ازاي بقى ان انا ال 1000 دول في الزيرو اوردر بكسر منهم 10 بس مش 10% بكسر 10 مللي جرام كده تحديدا فكل ساعة هيتكسر من الألف عشرة فعشان كده التي هاف هتبقى طويلة قوي قوي عن الجرعة الصغيرة اللي أنا أخدتها اللي هي 100 مللي جرام. ليه بقى هنا حصل كده؟ عشان التفسير ده إن غالبا في الزيرو أوردر كينيتكس الإنزيم ساتيرابل يعني الإنزيم ليه حمولة معينة يقدر يشيلها ويكسرها. لو أنت اديت جرعة أقل من حمولة الإنزيم يبقى ما عندكش مشكلة مش كده؟ يعني اديت واحد هيتكسر اثنين هيتكسروا لحد 10 هيتكسروا الزياده عن ال 10 هيتكسروا برضه بس لما الانزيم ده يبقى في مكان حر ممكن الدواء يمسك فيه ويتكسر كويس يبقى ده اسمه ساتوريشن كاينتكس. لما نيجي بقى نعمل كده علاقه ما بين البلازما كونسنتريشن وبين الريت اوف اليمينيشن هبص الاقي هنا لينير في الفيرست اوردر. لينير دي معناها ايه في الـ يعني الرسوم البيانيه
معناها كل ما بزود ده ده بيزيد صح؟ هنا بقى في الزيرو أوردر لو بنتكلم على جرعة صغيرة اللي هي أقل من العشرة مولز دي هيبقى كده برضه اديت مول اتكسر اديت اثنين مولز اتكسروا يعني كل ما بزود الجرعة بيزيد الـ rate of elimination لحد ما يجي وقت الانزيم بقى ساتوريتد خلاص فيبدأ التكسير ما يبقاش لينير كده يبدأ التكسير يبقى بطيء كده ليه بطيء بقى؟ لأنه بيستنى لما مكان يفضى لا يمسك عليه ويتكسر فيه تمام؟ يبقى عرفنا الفرق ما بين الفيرست أوردر كينيتكس وما بين الزيرو أوردر كينيتكس من نعمة ربنا طبعا اللي معرض لتوكسيسيتي أكتر اشمعنى؟ ممكن يحصل في حاجة هنسمعها إن شاء الله بعد كده في الجنرال في الآخر كده اسمها كاميوليشن انتوا عارفين كلمة accumulation دي سمعتوا التراكم مش كده في الفارما سموها accumulation لما يكون الدواء ده يقول لك حصل فيه accumulation يبقى rate of administration أسرع من rate of elimination صح؟ معدل إعطاء الدواء أسرع من معدل التخلص من الدواء فمع الوقت بقيت شوية كده إيه؟ متراكمين ما تكسروش وده اللي ممكن يؤدي إلى toxic effect صعب يا جماعة الكلام ده؟ طيب أمثلة بقى ايه اللي بيخضع لقانون الفيرست اوردر تقريبا كل الادويه كل الادويه طبعا لو حصل منها تسمم هيبقى السبب مش ده هيبقى السبب هقول لك مثال المورفين المورفين فيرست اوردر كينيتكس ومع ذلك يموت في الجرعه السامه هو موت ليه في الجرعه السامه عشان تراكم لا عشان بيعمل حاجه اسمها انهيبيشن على ريسبيراتوري سنتر فاهم قصدي يعني عموما كده الفيرست اوردر احتمالات التسمم فيهم اقل ولو حصل تسمم غالبا التسمم سببه حاجه في الداينامكس حاجه في شغل الدواء نفسه مين بقى الزيرو اوردر كينيتكس احنا عندنا ثلاث ادويه بالتحديد كده في المنهج الاسبرين والفينيتوين والايثايل الكحول او الايثانول هم دول الثلاث طبعا في كتب كاتبه غيرهم بس احنا ملتزمين بالكتاب هم دول الثلاث ادويه اللي يخضعوا لقانون الزيرو اوردر عشان يبقى كلامنا صح قوي لازم اقول لارج دوزس من الادويه دي صح ليه ليه لازم اقول لارج دوز من الادويه دي لان سمول دوز معناها ايه احصلش ساتوريشن فكانهم ماشيين ايه فيرست اوردر صح لحد ما تجي جرعه كبيره ويبتدي يحصل ساتوريشن يبقى قلبوا ساعتها بقى من فيرست اوردر الى زيرو اوردر كاينتكس تاني هو دلوقتي احنا كنا بنتكلم عن زيرو اوردر قلنا ايه ما هي السمول دوز اهي تخيل لو انا بدي جرعه اسبرين من 1 مول ل 10 مول مفيش مشكله صح كل ما بزود الدوز بيزيد التكسير لو اديت جرعه 12 مول هيبتدي يحصل ساتوريشن الانزيم ويبتدي الاثنين دول يستنوا شويه لحد ما يفضل لهم مكان يعني كانه تحول الى زيرو اوردر كاينه يعني اي دواء بيخضع للزيرو اوردر معناها ايه ان هو بيخضع للزيرو اوردر ان لارج دوز لان في الجرعات الصغيره لسه الانزيم ما هواش ساتوريتد من النظرات الحزينه اللي انا شايفها دي اتفهم يا جماعه الكلام ده ولا هو دي بلا مبالغه يمكن دي اصعب حته في منهج الفارما كله اتفضل مش فاهم موضوع سمول دوز هو سمول دوز هي انا هفترض معاك ان ده اسبرين اهو كويس انا لما باخد اسبرين لعلاج الصداع مثلا او اي الم كده بسيط هفترض معاك مثلا ان انا باخد 4 مول يعني الجرعة دي توصل منها 4 مولز. ايه الأخبار؟ 4 مولز هيتكسروا بسرعة ولا في مشكلة؟ طب عليت الجرعة وخليتها 8 مولز. أخدت مثلا روسين زيادة ولا حاجة. في مشكلة؟ طيب وصلت ل 10 مولز. مفيش مشكلة. أخدت بقى جرعة كبيرة قوي اللي هي بتاعت علاج بقى الروماتويد والروماتيك فيفر والكلام ده. لازم تاخد جرعات كبيرة جدا من الأسبرين. هفترض معاك إن أنا أخدت 20 مول. يعني الكلام على 20 مول. ايه الأخبار؟ العشرة ماسكين في الانزيم ان شاء الله هيتكسروا وفي 10 تانيين ايه؟ قاعدين في البلازما مستنيين دورهم لما يتكسروا مش كده؟ طيب ما هو ده تفسير او هو ده معنى الزيرو اوردر كانت لما اديت جرعه صغيره واحد كسر اثنين زاد التكسير لحد 10 كل ما بزود الدوز بيزيد الاليمينيشن لما وصلت للساتوريشن بتاع الانزيم بقى في مشكله ان مفيش مكان للدواء فبدا يحصل زيرو اوردر يعني بدا يبقى في نوع من الساتوريشن وبدا الكيرف ده يبقى فلات شويه كده او في زي بلاتو شويه في حد يا جماعه عنده اي اللي عايز يقول اي حاجه يقول ان التايم اوف اكشن بتاع الزيرو اوردر كده هيكون اكتر ولا
لا هي صح يعني ما انا لسه ما قلتهاش بقى امتى الدواء يبتدي يشتغل مش كده؟ صح جاي حالا يعني بس ما عدت الحته الخضره دي عدت؟ طيب دكتور يعني اي دواء ممكن يكون فيرست اوردر؟ لا 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 كل الادويه فيرست اوردر بس كويس؟ ما عدا التلاته دول دول اخبارهم ايه بقى؟ دوز ديبندنت لو اخدت جرعه صغيره يبقوا فيرست اوردر زيهم زي بقيه خلق الله يتحولوا لزيرو اوردر بس لما يبتدي يحصل ساتوريشن بالجرعات الكبيره. في وقت من الاوقات اللي الفرق قليل طبعا صح؟ الاكيميليشن دي هتؤدي الى توكسيسيتي ودي معناها ان فعلا ما بقاش في فرق كبير ما بين التوكسيك دوز والثيرابيتيك دوز. بس في حاجه بقى مهمه ان مش كل الادويه يعني الاسبرين ده الاسبرين فرق كبير وايفن لو وصلنا التوكسيك ليفل ما هواش بيعمل اكشن فيتال. يعني الدروكسين طبعا يعمل لكن الاسبرين لا الاسبرين يبهدل العيان قوي لكن بيعدي خالص لما ياخد توكسيك دوز من الاسبرين غالبا ما فيش الاوتكم بتاع مثلا المورفين او بتاع الفينيتوين او غيره. فهي برضه تختلف على حسب الداينامكس بقى. يعني الدواء ده بيعمل اكشن يساعد ان هو يموت وهو مستوى عالي كده ولا ما بيعملش؟ قولوا يا جماعه اتفضلوا. هو احنا مثلا في الاسبرين لما ناخد زوله الاسبرين ما بيخضعش غير الاسبرين ما بيخضعش ليه؟ هو لو خدت مثلا 5 مول هيتكسر منهم 10% ولا كلهم؟ بيكسر كله مش هو هو بيكسر 10 مولز مثلا في الدقيقه او في الساعه ماشي ما احنا المفروض نكسر 10% ايه مش كلهم لا هو هنا مش هتبقى فرق كبير بين البرسنت والاماونت يعني زي الجرعه الصغيره هنا وهنا لما كسرنا 10% وكسرنا 10 مل بجرعه صغيره ما فرقتش كتير بس يا دكتور لو مثلا كسرت 10% من 5 مثلا كسرت 5 و10 مش هتكسر 5 كله في الاسبرين في جرعه صغيره لا هيتكسر كله لا تاخد على الزيرو من الاول يعني انت لو اديت مول هيتكسر بعد كذا ساعه او كذا دقيقه لو اديت 2 مول هيتكسروا اه طب ما ده اسمه فيرست اوردر مش كده؟ طيب هنقعد شويه بعد الحصه مش فاهم يعني مش واضح قوي قصدك بس انتوا فهمتوا يا جماعه الفرق ما بين الاثنين؟ يعني هو مثلا لو خدت 10 ملي جرام اسبرين مثلا كسروا ساعه بس لو خدت 1 ملي جرام فيرست اوردر هيكسروا 10% منهم يعني 2 ملي جرام وهيبدا 8 يعني بس خلي بالك هنا شلت عامل الزمن شويه يعني هنا انا بتكلم على مثال يعني شلنا التايم فاكتور للموضوع بس هي الفكره طالما لسه في افيلبل سايتس على الانزيم يبقى الانزيم يقدر يكسر كل ما بتزود الاماونت كل ما هيزود اللي بيتكسر يبقى ده فيرست اوردر. وانس ان حصل ساتوريشن يبقى خلاص بقى يبقى احنا دخلنا كده كاننا بكسر فيكسد اماونت بقى دلوقتي. كانه قلب بقى الى زيرو اوردر كانت. اتفضل. لا يعني كسر 100%؟ لا بص هو في حاجات بقى يعني ملهاش تفسير احنا الكلام ده لما بنعمل ابحاث على كاينتكس في الانيمالز او في البروتينز او حتى في العيانين بتطلع معلومات انا ما ببقاش عارف الدواء ده عمل ايه انا لما جربت الدواء ده لقيته كل ساعه بيكسر منه مثلا بيرسنت او اماونت فبقت بالنسبه لي دي المعلومه لكن ملهاش يعني ما اعتقدش لها تفسير يعني طيب قبل ما انسى انتوا سمعتوا عن التي هاف مش كده؟ اللي هي الزمن المطلوب عشان تركيز الدواء في البلازما ينزل للنص. عايز اقول لك بس حاجه كده واللي يحب بقى ان شاء الله يعرف اصلها بعد ما نخلص الادويه اللي بتخضع للفيرست اوردر كاينتكس احنا عايزينها توصل لما يسمى بالستيدي ستيت كونسنتريشن مش كده؟ فاكرين الطريقه اللي اسمها مينتنانس دوز ان انا ادي جرعه صغيره وتعلى وبعدين يتكسر شويه وادي جرعه وراها كده في انترفلز ريجولر لحد ما يجي بقى وقت من الاوقات كده الجرعه اللي بديها قد الجرعه اللي بتتكسر اهو سميناها ستيدي ستيت كونسنتريشن مش كده؟ لقوا بقى حسابيا كده واللي عايز يعرف ان شاء الله الحسبه جت منين لقوا حسابيا كده
ان لما ابتدي ادي الدواء بالطريقه دي اللي هي المينتنس دوز ميثود ويكون الدواء بيخضع للفيرست اوردر كاينيتكس اللي هي معظم الادويه هيوصل للستيدي ستيت كونسنتريشن بعد 4 إلى 5 تي اوف. فاهم القانون ده؟ يبقى الادويه which follows the first order kinetics عشان توصل للستيدي ستيت كونسنتريشن بالطريقه العاديه بتاعت الادويه اللي هي المينتنس دوز ميثود بتوصل للستيدي ستيت كونسنتريشن بعد فتره زمنيه تساوي 4 إلى 5 تي هاف. اقول لك مثال بالارقام ده. دواء التي هاف بتاعه 2 ساعة. خلي بالك التي هاف مش معناها انا بديكوا لقد ايه مش كده؟ التي هاف معناها الدواء نزل لنص كده مش كده؟ طيب الدواء التي هاف بتاعه 2 ساعة والدواء ده فولوز فيرست اوردر كاينتكس. امتى يوصل للستيت ستيت كونسنتريشن اللي هو التركيز العلاجي اللي اقدر اقول ان الدواء ده اشتغل او ما اشتغلش؟ اضرب بقى 4 لساعتين او 5 لساعتين يعني من 8 الى 10 ساعات صح؟ يبقى انت بتبتدي تحكم على الدواء ده مثلا انتي بايوتيك تحكم عليه ان هو بدا يعالج ولا لا او دواء حراره او وات ايفر بقى. لما يعدي ال 4 5 تي هاف وتشوف الايفكت بتاعه اخباره ايه. المثال بقى الغريب شويه في الطب في عندنا دواء اسمه الديجوكسين. سمعناه كتير مش كده؟ هي دي القيمه بتاعت التهاب بالنسبه لنا كطبيب ايه بقى؟ يعني انا جالي الراجل بتاع شركه الادويه وعمال يرص لي في ارقام وانا مش فاهم حاجه قاعد في العياده ما اعرفش هو بيقول ايه. هبص الاقيه قال لي رقم كده اسمه التهاب، هيقول لي التهاب بتاع الدواء ده مثلا 2 ساعة. انا فاهم يعني ايه التهاب مش كده؟ فاهم ان هو الزمن المطلوب عشان الدواء ينزل من 100% ل 50%. انا بالنسبه لي بقى كطبيب التهاب دي هتنفعني في ايه؟ بتوع الكايريتكس لقوا كده حسابيا ان انا لما بدي دواء بالجرعه المينترنس اللي بيبتدي تركيز الدواء فيها يعلى بالتدريج لحد ما يوصل للستيت ستيت محتاج الدواء ده من 4 لـ 5 تي هاف عشان يوصل للتركيز العلاجي بتاع الدواء. فلما يقول لي تي هاف 2 ساعة يبقى انا عارف الدواء ده لما هبتدي اديه هيوصل للتركيز العلاجي اللي اقدر احكم بيه الدواء ده كويس ولا مش نافع بعد 8 إلى 10 ساعات. يعني انا كل ساعتين مش هاد الدواء كل ساعتين. لا هي بقى يعني هي عايزه حسبه كده اقولها لك والله بعد المحاضره اللي يحب يعرف يعني بنعلى وبعد التهاب بينزل شويه فبحط دوز زياده فبيعلى وبينزل شويه منهم لحد ما الاقي بعد 4 5 تهاب وصلت للمرحله اللي الجرعه اللي بديها قد الجرعه اللي بتبقى اكسكريتد او ميتابولايز. فالديجوكسين ده التهاب بتاعته يوم ونص. امتى يبتدي يعالج؟ انا بدي العيان كل يوم قرص ديجوكسين الصبح. امتى يبتدي يعالج؟ اضرب 4 في يوم ونص اطلعوا 6 او اضرب 5 في يوم ونص اطلعوا 7 أيام ونص مش كده؟ يبقى امتى لما ابتدي النهارده ديجوكسين امتى احكم عليه؟ بعد اسبوع صح؟ في بقى دواء اخد ديجوكسين اسمه ديجيتوكسين خوم بس مشكلته التهاب 7 أيام. انا بديه كل 7 أيام ده؟ بديه ايه؟ بديه كل يوم قرص الصبح زيه زي التاني. امتى يوصل للستيدي ستيت كونسنتريشن؟ اضرب كده ايه؟ 4 في 7 28 5 في 7 35 يعني تقريبا شهر. فرقت معاك حاجه ولا ما فرقتش الارقام دي كلها؟ وانا لو مش عارف المعلومات دي لو جالي عيان بياخد ديجيتوكسين واحنا دايما ايه متعودين في العياده الاستشاره خلال اسبوعين من طريق الكشف. وبين قوسين كده اللي مش هيجي في الاستشاره هيدفع كشف كامل وهيبقى وعيته سوء. طيب جالك العيان بعد اسبوعين وهو بياخد بدات النهارده اديله ديجيتوكسين وجالك بعد اسبوعين. ايه الاخبار؟ اخبار الدواء ايه؟ ما عملش حاجه يا دكتور وانت هتبص على علامات الهارت فيلر كده زي ما هي. فهتعمل حاجه من الاثنين. تغير الدواء يبقى ده من حسن حظ العيان بتعمل مصيبه بقى وتزود الجرعه. مشكله الديجيتاليس ايه؟ او الديجيتاليس المجموعه دي كلها فرق ما بين الثيرابيوتيك والتوكسيك اخباره ايه؟ فمش هيجي لك تاني بقى هيدخل في تسمم ديجيتاليس وخلاص ويخلص يعني. فالتهاف مهم قوي عشان اقدر احكم على الدواء هو وصل امتى للستيت ستيت وبالتالي اشوف الايفكت بتاعه اخباره ايه. طيب النقطه اللي بعد كده امتى الدواء يعني انا باخد دواء وبعدين وقفت خلاص الدكتور قال لي وقفه الدواء ده فولوز فيرست اوردر كاينيتكس امتى الدواء ده ما يبقاش موجود تقريبا في البلازما؟ فاهم سؤالي؟ انا كنت باخد دواء الدواء ده كان وصل للستيدي ستيت كونسنتريشن ولسبب او لاخر قررنا نوقف الدواء النهارده امتى الدواء ده ما يبقاش تقريبا موجود في البلازما عندي؟
يعني بص كده لو افترضنا مثلا اديها في ساعتين برضه كويس؟ طيب النهارده هعتبر التركيز ال سي اس اس ده هعتبره هو ال 100% بتاعي بعد ساعتين 50 المية بقوا 50 بعد ساعتين 50 بقوا كام؟ 25 صح؟ هو خلي بالك اللي موجود في البلازما ينزل للنص كان موجود 100 نزلوا ل 50 ال 50 بعد ساعتين نزلوا 25 25 بعد ساعتين 12 ونص بعد ساعتين 6 وربع بعد ساعتين 3 3 وايه 3 وشويه كده مش كده؟ طيب بعد كده تقريبا واحد او قربنا من الصفر يعني كام تي هاف بقى؟ ادي 1 2 3 4 5 يعني تقريبا بعد 4 او 5 تي هاف الدواء ما عادش موجود في البلازما بالظبط هي نفس الفكره فهو بيعلى بالتدريج كده لحد ما يوصل ستيدي ستيت كونسنتريشن بعد 4 5 تي هاف لو انا وقفت الدواء ما بديش جرعات ثانيه وبدات احسب النهارده الدواء وقف امتى بقى هيتخلص منه الجسم تماما هتلاقيها برده بعد 4 الى 5 تي هاف صح؟ هتفرق معانا برده في الادويه بدي دواء واشوف لسه تاثيره موجود مع اني وقفته يبقى معنى كده ان هو الدواء ده غالبا التي هاف بتاعته اخبارها ايه؟ يعني دواء التي هاف بتاعته شهر موجود على فكره في ادويه قليله قوي في المنهج بس كده التي هاف شهر لما اوقفه النهارده امتى ما يبقاش لي اي تاثير على الجسم بتاعي؟ بعد اربع شهور مش كده؟ يبقى هتفرق برضه ان انا اعرف التي هاف بتاع الدواء كل ده بشرط ان يكون العيان او الدواء بياخد على الفيرست اوردر كامل تعالى بقى للزيرو اوردر اتفضل لا بص حتى لو في ادويه المفروض ان انا اقلل الجرعه انت قصدك كده ان انا اقلل الجرعه بالتدريج لا لا انا كنت بعمل ايه؟ كنت بدي 500 مللي جرام مثلا كل 8 ساعات كويس؟ هعمل كده على طول ادي 500 مللي جرام كل 8 ساعات وهيفضل الدواء يعلى بالتدريج لحد ما يوصل للسي اس اس اللي هي ستيدي ستيت كونسنتريشن بعد 4 او 5 ايام ما بزودش جرعات فاهم انت ده قصدك؟ كويس انا عايز اعلي عليهم عشان اعرف لا ما انا الجرعه اللي هتيجي بقى هتعلي شويه بس لما اوصل للستيدي بقى اعلي لا 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 اصل مش هتبقى بالظبط قوي بس هيبقى تقريبا الدواء انت عارف مش ماشي خط كده انت عارف ليه بيترسم كده هو يعلى شويه وبعدين ما يحصل الاليمينيشن يقل شويه فبتيجي الجرعه تعلي شويه اراوند ذا ستيدي ستيت كونسنتريشن مش بالظبط يعني مش بحسب كده بالملي جرام هيبقى قد ايه لكن هو بيفضل يفلكتويت كده طالما انا في الرينج ده يبقى انا كاني اعتبرت ان ده ستيدي ستيت كونسنتريشن. انا مش بغير الجرعه؟ لا مش بغير يعني طبعا انا ممكن اغير الجرعه امتى بقى؟ يعني سؤال كويس انا امتى اغير جرعه انتي بايوتيك مثلا؟ بدل ما اخد 500 اخد 1000 ملي جرام. امتى اعملها؟ امتى اقرر ان انا اعلي جرعه؟ لو وصلت للستيدي ستيت كونسنتريشن الدواء ما بقاش يعمل حاجه لسه مش كده؟ فممكن افكر اه العيان ده عنده اليمينيشن سريع، العيان ده الريسبونس بتاعه مش حلو لاي سبب، عندي جرعه ساعتها. واخد بالك؟ لكن انا عشان اوصل للستيدي ستيت ببقى الجرعه والانترفال ثابت. جرعه معينه كل فتره زمنيه معينه. انا دكتور انا اعرف ده ازاي؟ يعني انا مثلا عارفه ان هنا؟ لا مش هنعرف. لو ده فيرست اوردر مش هنعرف. كده؟ لان احنا لما وصلنا هنا ما انا بقول لك احنا لو حسبناها بقى هنلاقي هنا مثلا لو بدي 100 مثلا او وصل 100 وبعدين بعد شويه قل 25 ففاضل لي 75 وبعدين اديت 100 فبقوا 175 قل منهم شويه فبقينا 150 وبعدين اديت جرعه فبقوا مش عارف 225 قل 25 فبقينا 200 هاجي وقت من الاوقات ابص الاقي اللي انا بديه اللي هي الجرعه ال 500 دي تقريبا قد اللي بينزل او بيتكسر في الدماغ. فين هنا؟ ما هي ده الوقت ده اللي هو هيعلى فيه ويقل فيه كده ده هو ده الوقت اللي الجرعه اللي انا باخدها تساوي تقريبا ما يفقد من الدواء. هو ده الوقت ده. صح ما يجيش بعد اسبوعين. صح هي الجرعه مش هتتغير لو جالي وريسبونس كويس لو جالي بعد شهر وريسبونس حلو وبدا الهارت فيلير اعراضه تقل وانا شايف ان العيان بدا يتحسن خلاص الجرعه هي هي جالي بعد شهر ولسه العيان عنده اعراض
لا هيزيد تاني فوق بس لو حصل ساتوريشن. لا لو حصل ساتوريشن بس. لو الانزايم ده اللي انتوا بتقولوا عليه يا جماعه ان ده يفضل يعلى كده ده يبقى ده زي اوردر كاينتكس. ان حصل في وقت من الاوقات ساتوريشن للانزايم وبدا الزياده ده ما يتكسرش. فعمال يتركن شويه قد جرعه بعدها يتكسر شويه ويتبقى شويه يبقى ده زي اوردر كاينتكس. عشان كده كنت لسه هقول لكم ان في زيرو اوردر كاينتكس ما بقدرش اعرف تقريبا امتى هوصل ستيدي ستيت كونسنتريشن. نعم؟ الزيرو لازم اغير الدوز. اه لو انا لقيت بقى الريسبونس هنا بدا يبقى فيه توكسيسيتي او حاجه هقلل الجرعات. مش ده قصدك؟ يعني انا في الزيرو اوردر كاينتكس خايف ان الدواء ما يشتغلش ولا خايف ان الدواء يعمل تسمم؟ خايف يحصل ساتوريشن وتوكسيسيتي مش كده؟ فانا بتابع العيان لقيت فيه اعراض تحسن وبعد شويه لقيت فيه اعراض توكسيسيتي يبقى الجرعه بدا يحصل ساتوريشن والعيان مش عارف يكسر الدواء فقلل الجرعه شويه. كلينيكال بقى يعني هنا معتمد على الريسبونس بتاع العيان مش معتمد بقى على رسمه ولا على اتفضلي يا دكتور. مثلا لو قلنا الدياب بتاع الدواء ده عليه تقريبا 8 ساعات هيبقى يوصل للايه اللي هو. لا تاني كده لو قلنا تمام بعد 3 ساعات هيوصل لدواء التركيز المعين للستيدي ستيت. تمام انا هعرف ده يعني مثلا قد ايه لا الدوز بتتحسب بقى دي قصه ثانيه. يعني انتوا دخلتوا المواضيع في بعض. الجرعه ال 500 مللي جرام دي لا 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 دي اتعرفت برضه لما اتعمل كاينتكس ستاديز على الدواء فاتعرف ان الدواء ده عشان يوصل لستيدي ستيت كونسنتريشن محتاج وقت قد كده والجرعه اللي انا لازم اديها في العيان الافريج هو الجرعه كذا. انا مش عارف يعني دي بتبقى اوريدي انا فاهم يعني الجرعه دي اديها له مره واحده ولا اديها له مثلا يعني اديها له 100 و100 و100 كل الدول يعني صح. ايوه الجرعه العاديه انت دلوقتي لما يعني ما اعرفش انت اذا كنتوا استعملتوا ادويه بس عيان مثلا عنده سكر كويس وبياخد اورال هايبوجلايسيمكس قرص كل 12 ساعه بيغير الجرعه دي امتى يغير الجرعه دي؟ يعني هو المفروض ان الجرعه دي هتوصله لستيت ستيت كونسنتريشن بعد وقت معين انا عرفته اللي هو 4 5 تي هاف بتاعه الدواء كويس. انت كدكتور مش هتقعد تدور على تي هاف وتضرب وتقسم الكلام ده انت بتشوف ايه كلينيكال ريسبونس مش كده. لقيت العيان ده اخذ الجرعه دي وعدى وقت المفروض ان هو وصل فيه لستيت ستيت كونسنتريشن والسكر لسه عالي يبقى دي قصه ثانيه بقى. يبقى الجرعه هزودها احط معاه دواء ثاني هشيله واحط الانسولين. يعني في فرق هنا ما بين اللي انا بقوله وبين الكلينيكال ريسبونس. لكن لو بتتكلم على دوز الدوز ثابته والانترفال ثابته 500 مللي جرام الدواء الفلاني كل 8 ساعات او دواء سكر مثلا 4 مللي جرام كل 24 ساعه الجرعه اللي انا باخدها ات ريجولار انترفالز هتوصل لي للتركيز اللي انا عايزه بعد الوقت اللي اتفقنا عليه 4 الى 5 ايام. برضه مش هو ده شكله مش ده الاجابه اللي انت عايزها. تمام تي هاف بس مش شرط مش شرط ان انا اكون بدي الانترفال قد التي هاف. يعني فاهم قصدي يعني التي هاف ساعتين كويس ما بديش الدواء كل ساعتين بدي الدواء ريجولار انترفال دي اتحسبت بقى من معادلات ثانيه عرفت ان الدواء ده مش محتاج جرعه قد كده كل فتره زمنيه قد كده. اه بالظبط يعني كل يعني مريض على حسب المرض اللي هو بتاعه يعني اعرف ازاي يعني انا كنت بعرف ازاي مثلا لا دي يعني لسه بقى بحفظها. يعني انا مش مطالب ان انا اطور الجرعه قد ايه للعيان انا مطالب ان انا احفظ الجرعه اللي بتوع الكاينتكس حسبوها. انا اقول لك دلوقتي ازاي بنحسب الجرعات يعني عشان برضه اطمئن قلبكم. طيب عشان بس نخلص بقى يا جماعه الجزء الصعب ده تعالى كده صفحة 12 الكتاب اللي هو مكتوب فيه Fundamental Principles of Pharmacokinetics. هو كاتب في الأول كده إن عشان علاج أي مرض لازم أوصل لستيدي ستيت كونسنتريشن اللي هو الكونستانت دراج ليفل. وعشان أحافظ على البتاع ده لازم أدي جرعات يعني بريت معين تقريبا الدواء بيتاخد هنا الريت اوف دراج ادمنستريشن هو الريت اوف اليمنيشن احنا قلنا عليه المينتنس دوز. في بس ملحوظه نمره 3 يمكن ما قلناهاش ادق طريقه اقدر احافظ بيها على مستوى الستيدي ستيت كونسنتريشن ده ان انا ادي الدواء عن طريق ما يسمى بالانتروفينس انفيوجن مش كده؟ ان انا انتوا فاهمين الانفيوجن ده عباره عن الدواء بنحطه على محلول وبيوصل عن طريق حاجه اسمها انفيوجن سيت جهاز وريد كده وكانيولا تدخل جوه الوريد
وفي زي حنفية أو محبس كده أتحكم في الريت أو الانفيوجن عالي أو أقلل. لو أنا يعني عايز أحافظ كويس أو على مستوى الدواء في البلازما طول الوقت ثابت يبقى هي طريقة الانترافينس انفيوجن. طبعا طريقة لا تطبق إلا في أدوية قليلة قوي. اللي بدأ بعد كده يتكلم بقى على الفرق ما بين الفيرست أوردر كاينيتكس والزيرو أوردر كاينيتكس. الكلام ده مهم قوي يا جماعة في النظري للأسف هتضطروا تحفظه. بيجي سؤال نظري فيرست اوردر وزيرو اوردر من الحاجات المحتمل انها تيجي. وطبعا في الاكس كيو عليه اسئله كتير قوي. هو هنا بقى حدد الخواص كده بتاعه الفيرست اوردر. قال لك الكاينيتكس ار بروبورشنال تو دراج كونسنتريشن. صح يعني كل ما بيزيد مستوى تركيز الدواء كل مثلا ما بيزيد زي ما قلنا من شويه الميتابوليزم او الاليمينيشن بتاعه. النقطه نمره 2 هي اهم نقطه ان في فيكسد فراكشن من الدواء او بيرسنت از اليمينيتد بير يونت تايم. قلت لك المثال مثلا 10 ملي جرام كل ساعة مثلا يعني. Linear drug disappearance curve. انت فاكر لما رسمنا الكيرف ده من شوية قلت لك هنا لو بنتكلم على plasma concentration وهنا rate of elimination كان عامل كده صح؟ قلنا عليه linear كل ما بتزود التركيز او الدوز كل ما بيزيد قدرة الجسم على التخلص من الدواء. في كتاب القسم هو عامل كيرف تاني. هو عامل كيرف فيه علاقة ما بين الزمن والتركيز. يعني عامل هنا العلاقة ما بين التايم وما بين البلازما كونسنتريشن. الدولة بيكسر بيخلص مش كده؟ فكان تركيزه هنا وبعدين بيبتدي يقل كده كل فترة زمنية معينة بيقل نفس البرسنت كل ساعة بيقل مثلا 10%. فتلاقي الكيرف بتاعنا عامل كده لينير كده. نفس الفكرة بس بالمقلوب. يعني هو بيقيس كونسنتريشن مع زمن فمع الوقت كل فترة زمنية محددة كل وقت واحد كده فيكسد بيقل 10% 20% واتيفر فتلاقي الكيرف بتاعه از لينير. النقطة التالتة بقى أو النقطة الرابعة الكونستانت تي هاف عرفناها وحسبناها مع بعض. لما اديت جرعة 100 لقيت التي هاف 5 ساعات لما اديت 1000 برضه وصلت للنص بعد نفس الزمن. يبقى الكونستانت تي هاف دي من الخواص المهمة قوي للفيرست أوردر كاينيتكس. إيه الـ AUC بقى دي؟ اللي under the curve مكتوب عندك is proportional to drug concentration. هو عايز يقول لي ان الاريا دي المساحه دي ماشيه مع blood concentration. يعني لو blood concentration هنا مثلا 100 يبقى المساحه دي لها رقم معين. لو الكونسنتريشن اعلى 200 مثلا يعني ادي 100 وادي 200 يبقى لها الاريا under the curve اكبر. صح؟ يعني لما ارسم المثلث ده ان في علاقه ما بين البلازما كونسنتريشن وما بين الزمن ده اسمه area under the curve. كل ما كان التركيز بتاع الدواء في البلازما اعلى كل ما كان مساحة المثلث اكبر. النقطة اللي بعد كده اللي هو repeated intake بيوصلني للstate state concentration within 4 الى 5 تيهاف عشان اقدر اعرف امتى الدواء يبتدي يعمل therapeutic effect. الامثلة اللي انا مكتوبة في الكتاب دي يعني هو امثلة بس هو انهي ادوية first order kinetics. صح كل except مع هذا لارج دوز او بتاع الثلاثة دول اللي هو الاسبرين والفينيتوين والايثانول او الايثايل الكحول. الزيرو اوردر مشكلته ان بيحصل ساتوريشن زي ما هو قايل في اول مره كده سواء للكارير او للانزيم. الريت اوف كاينيتكس از فيكسد بيكسر عدد معين من الجزيئات وليس برسنت من الدواء. عشان كده الريت اوف كاينيتكس او ريت اوف اليمينيشن از فيكسد ملوش علاقه بالبرسنتج. Fixed amount النقطة نمرة 2 بقى Fixed amount is eliminated per unit time و non-linear drug disappearance curve. فكينا لما رسمنا الكيرف بتاعنا احنا ده اللي هو البلازما concentration و rate of elimination عملنا كده كده وبعدين تقريبا بلاتو. فاكرين؟ كان ايه الفكرة بقى؟ من small doses كل ما بزود بيزيد تكسير لحد ما يجي وقت حصل فيه saturation فبدا يبقى في بطء شويه في عمليه الاكسبريشن او الاليمينيشن. كتاب القسم برضو عامل كيرف مختلف. عامل الكيرف ده اللي هو العلاقه ما بين البلازما كونسنتريشن وما بين الزمن. لو خدت بالك من الكيرف ما هوش مثلث كده. ما هوش نازل كده. ده هو عامل في الاول زي بلاتو كده وبعدين يبتدي ينزل. حد يعرف يفسرها؟ ليه في الاول كده في بطء قوي في البتاع وبعدين ينزل كده سلوب كده؟ غالبا هنا كان في ساتوريشن مش كده؟ وبالتالي كان الانزيم اكتيفيتي اقل او مش قادر يكسر كل اللي موجود في البلازما. لما بدا يبقى الليفل بتاع الدواء في البلازما قليل شويه بدا يكسر بسرعه شويه. ايه بقى حكايه ان الاريا اندر ذا كيرف از نوت بروبورشنال دي؟
هتلاقي المساحه دي لما تيجي تحسبها بالنسبه للفيرست اوردر هتلاقيها كانها مثلثين. فلما تيجي تحسبها هتلاقي الاريا دي اكبر من البلازما كونسنتريشن، مش ماشي مع البلازما كونسنتريشن. يعني الاريا دي لما تيجي تحسبها نفس الدواء اللي واخد منه 100 ملي جرام فيرست اوردر هتلاقي اريا اصغر من الاريا لما تيجي تحسبها للدواء الزيرو اوردر، لان هو المثلث بتاعه ما هوش عامل كده، هو كانه مثلثين في بعض. فاهم قصدي؟ يعني كان هنا في جزء زياده ده ما كانش موجود في الفيرست اوردر كاينتكس اللي هو بيحصل فيه سلوب البطيء اللي في الاول ده. ده بالنسبه للخواص بتاعه الزيرو اوردر. لو حصل ان الدواء معدل اعطائه اسرع من معدل التخلص منه يبقى احنا دخلنا كده في حاجه اسمها كاميوليشن، ودي قد تؤدي الى توكسيسيتي. الاكزامبلز قلناها بقى اللارج دوز بتاعت كذا وكذا وكذا. النقطه اللي جايه بقى قبل ما نقول بس الكليرنس، نبص كده على البلازما هاف لايف عشان احنا اتكلمنا فيها شويه. البلازما هاف لايف هو زي ما اتفقنا الوقت المطلوب عشان الدواء يتخلص من التركيز اللي موجود في البلازما ينزله الى 50% الى النص. هنعرف ايه اللي بيتحكم ان شاء الله في المعادله، ايه اللي بيتحكم في التي هاف، حاجه اسمها الكليرنس وحاجه اسمها الفي دي احنا عرفناها اللي هو الفوليوم اوف ديستريبيوشن. النقطه نمره 3 دي نقطه من الحاجات اللي جت قبل كده في اسئله الجيف ريزون. هو عاده ايه العلاقه ما بين الديوريشن اوف اكشن وما بين التي هاف؟ هما مش قد بعض بس عاده العلاقه دي بروبورشنال، صح؟ يعني لما لقيت تي هاف صغيره يبقى متوقع الديوريشن بتاع الدواء قليل، لقيت الديوريشن التي هاف طويله شويه يبقى انا متوقع الديوريشن بتاع الدواء طويل شويه، مش كده؟ لانه عايز وقت طويل عشان ينزل مستواه في البلازما. يبقى العلاقه بروبورشنال لكن ما هياش نفس الرقم. لما بقول لك التي هاف ساعتين مش معناها ان الدواء بيفضل شغال ساعتين. في بعض الادويه بقى هقول لك مثال مشهور جدا، في دواء التي هاف بتاعته تقريبا ساعه ومع ذلك الاكشن بتاعه يستمر لمده 24 ساعه او اكثر. وتخيل التي هاف اللي هي اسمها ايه؟ اليمينيشن تي هاف او يسموها البلازما هاف لايف، الوقت المطلوب عشان تركيز الدواء ينزل لنص ساعه. يعني كل ساعة اللي موجود في البلازما ينزل 50%. ومع ذلك الإفكت بتاع الجرعة اللي أنا أخدتها دي قعد 24 ساعة. مع إن أكيد هي وقت من الأوقات الدواء ده ما عادش موجود، صح؟ الدواء ده إمتى ما يبقاش موجود؟ بعد 4-5 تي هاف، مش كده؟ يعني بعد 5 ساعات ولا 4 ساعات ما الدواء ده ما عادش موجود، ومع ذلك لسه شغال. المثل اللي موجود عندنا في الكتاب حاجة اسمها دواء اسمه ريزربين. ما عرفش سمعتوه في الاوتوميك زمان في الفسيولوجي ولا لا؟ انتوا عارفين النور ادرينالين بيتكون في اعصاب كده اسمها الادرينرجيك نيورونز ويدخل جوه فيسيكلز يتخزن جواها. فاكرين الكلام ولا ما خدناهوش في الفسيولوجي؟ مش بيتكون نور ادرينالين كده من حاجه اسمها التيروزين ودوبا ودوبامين وبعدين يتحول نور ادرينالين يتخزن جوه فيسيكلز كده. ففي عندنا دواء اسمه ريزربين، ريزربين ده بيقول لك عليه بيمنع الستورج بتاع النور ادرينالين. بيمنع النور ادرينالين يفضل متخزن جوه فيسيكلز، وبيوقف تقريبا شغل السيمباثيتك. طيب، الريزربين ده التي هاف بتاعته مش طويله. ومع ذلك الافكت بتاعه بيقعد ايام واسابيع. لانه عمل حاجه اسمها ايرفيرسبل دامج على الفيسيكل دي. يعني اديت جرعه، الجرعه كل اللي عملته ايه؟ انها جت بوظت الفيسيكلز واتكسرت ومشيت. كويس؟ امتى الجسم يبتدي يخزن نور ادرينالين ويفرزه لما تيجي نيرفو امبلس؟ امتى؟ والفيسيكلز اللي هو الريزبين اشتغل عليها اخبارها ايه؟ اتدمرت، مش كده؟ يبقى امتى الجسم يبتدي يخزن نور ادرينالين ويبقى قادر ان هو يعمل له ريليز مع الاكشن بوتنشال؟ لما يكون فيسيكلز جديده، وده ممكن ياخد اسابيع، مش كده؟ دي يسموها هيت اند رن. يعني ايه هيت اند ران؟ اضرب واجري. هو عمل ايه بقى الدواء؟ جه هنا بوظ الفيسيكلز اللي موجوده، ما عادش الجسم قادر ان هو يطلع نور ادرينالين، مش قادر يخزنه، لكن الدواء نفسه ما عادش موجود. اقول لك مثال بقى احسن شويه وده اللي جه في الامتحان. في دواء اسمه اوميبرازول. لو رجعت كده للهيباتيك مايكروزومال انزايم انهبيتورز هتلاقي كان مكتوب فيها وانا نسيت اقوله وانتوا طنشتوا. الاوميبرازول تبع مجموعة أدوية بتعالج القرحة اسمها بروتون بامب انهبيتورز. يعني إيه دي؟
بروتون بامب دي هي انواع هيدروجين بوتاسيوم ATPase لو فاكرين اللي هي بتطلع الهيدروجين هيتكون بعد كده منه HCl كويس. الاوميبرازول ده ينهبت البروتون بامب irreversibly يعني بوظ الانزيم ده اللي اسمه الهيدروجين بوتاسيوم ATPase irreversible inhibition. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني الانزيم ده عمره ما هيرجع يشتغل تاني صح. امتى بقى ارجع اكون حمض؟ امتى البروتون بامب ترجع تشتغل تاني؟ لما صنع انزيم جديد مش كده؟ يبقى عشان كده هتلاقي الاوميبرازول بالظبط كده باخد منه جرعه في اليوم جرعه واحده في اليوم ومع ذلك مع ان التهاب بتاعته تقريبا 1 اور كان المفروض اخده باستمرار عشان الدواء ده هيختفي بعد 4 ساعات من البلازما انا باخده مره واحده في اليوم لان انا معتمد على ايه بقى؟ انه بيضرب ويجري معتمد انه بيعمل irreversible inhibition of the proton pump. مره بقى جه سؤال بالظبط كده يقول لك البيولوجيكال تي هاف زي ما مكتوب في الكتاب كده البيولوجيكال تي هاف اعلى من البلازما تي هاف فاهم قصده؟ يعني يفضل شغال مع ان هو تركيزه في البلازما تقريبا ما عادش موجود. سؤال جه مره سنه 2011 وتقريبا معظم الطلبه ما فهموش قال لك the duration of action of omeprazole اللي هو الدواء ده outlasts its elimination T half. فهمت السؤال دلوقتي؟ شغل الاوميبرازول اطول بكتير قوي من التهاب بتاعه في البلازما. التهاب ساعه والاكشن بتاعه 24 ساعه. والسبب في كده انه بيعمل ما يسمى بالايرريفرسبل انهبيشن اوف ذا بروتون بامب اللي هي بنسميها هيدروجين بوتاسيوم ATPase. وصلت؟ هو لو الدراج بيتحول لفلايت اكتف ده هيطول شويه ولا هيطول بس مش قوي مش قوي بقى مش لدرجه ان هو ممكن يبقى التهاب في البلازما يعني هو هيشتغل متاخر شويه اولا لحد ما يبقى اكتيفيتد يطول شويه طبعا لكن مش لدرجه ان هو يبقى في فرق كبير قوي ما بين البيولوجيكال تي هاف والاليمينيشن تي هاف. ده بالنسبه للجزء بتاع البلازما هاف لايف. عرفنا قيمه بقى البلازما هاف لايف ان انا اوصل امتى للستيدي ستيت كونسنتريشن وان انا امتى الدواء يبقى تقريبا مش موجود في البلازما برده بعد نفس الزمن هو 4 الى 5 تي هاف. اقول حاجه بسرعه كده بقى عشان نخلص يعني دقيقتين كده. ايه دكتور مرعي؟ طيب اقول حاجه واحده حاجه اسمها الكليرنس موجوده عندنا كده قبل تي هاف ديفينيشن كده اسمه الكليرنس. هو كلمه كليرنس كده كترجمه حرفيه معناها ان الدواء تخلصنا منه مش كده؟ بنتخلص من الدواء ازاي بقى؟ انتوا خلاص بقيتوا خبر كلينكس يعني ازاي بيحصل كليرنس للدواء؟ صح الكليرنس في منه هيباتيك ان الدواء يتكسر في الليبر وفي منه كويس؟ طيب ده ديفينيشن عايم كده ان انا تخلصت من الدواء سواء عن طريق الميتابوليزم او عن طريق رينال اكسكريشن. اللي موجود عندنا في الكتاب بقى ديفينيشن علمي بقى. الكليرنس معناها الاتي: الفوليوم of body fluids from which the drug is eliminated per unit time. ما فهمناش حاجه، هو الايه البودي فلويدز دي؟ لازمه interstitial fluid وinterstitial fluid مش كده؟ compartments انا هعتبرهم بقى كانهم كلهم حاجه واحده كانهم كلهم one compartment. لما اقول لك الكليرنس بتاع الدواء الفلاني 100 ملي لتر بير مينيت فهمت ايه؟ elimination of this drug 100 ملي لتر بير مينيت معناها صح كده كل دقيقه بتخلص من الدواء اللي موجود في 100 ملي لتر of the body fluids. سهله؟ يبقى ده الديفينيشن بتاع الكليرنس ان انا بتكلم على فوليوم فوليوم ريليتد تو تايم ان كل ساعه مثلا او كل دقيقه بتخلص من الدواء اللي موجود في كميه معينه او فوليوم معين من البادي فلويدز بس كده. هي دي مقصود كلمه الكليرنس. حسبوها ازاي بقى؟ على فكره انا مش عارف نظام الامتحان هيبقى ازاي. طبعا من 3 4 سنين كده كان في مسائل بتيجي يعني يديك مثلا بلازما كونسنتريشن ويديك الدوز ويقول لك احسب الفي دي او العكس. الكليرنس كان بيجي عليها مساله هي الكليرنس بتتحسب ازاي؟ الكليرنس على فكره سي ال وليس سي بس. هو كان في غلطه مطبعيه في الكتاب اعتقد انها للاسف لسه موجوده مش كده؟ الكليرنس هي سي ال مش سي سي دي اختصار الكونسنتريشن. الكليرنس عباره عن حاجه اسمها كونستانت اوف اليمينيشن. الاي ال اللي تحت دي اختصار الاليمينيشن والكي دي اختصار كونستنت.
هقول لكم عبارة عن ايه ده؟ تايمز ال في دي. يعني عشان احسب الكليرنس بتاع الدواء عندي رقم تقريبا ثابت اسمه كونستانت اوف اليمينيشن واضربه في ال في دي بتاع الدواء. انت عارف ال في دي؟ اماونت على كونسنتريشن. ال كونستانت اوف اليمينيشن ده عملوا بقى شغل كتير قوي يعني بتاع مسائل وحسابات وبتاع، طلع ال كونستانت اوف اليمينيشن ده رقم اللي هو 0.693 على التي هاف بتاعت الدواء. يبقى انا رمالي بقى ان شاء الله لو جات لي مساله لازم عارف التي هاف بتاع الدواء ولازم ابقى عارف الفي دي بتاع الدواء عشان اقدر احسب الكليرنس بتاع الدواء. اشمعنى بقى الرقم الفظيع ده؟ ثابت، ده رقم ثابت. وفي كتب بتكتبه 0.7 بس احنا تعرف الدقه بقى عندنا بنكتبه كده 0.693. هو ده في الرياضه لوغاريتم 2 لوج 2 اللي هو بينزل بطريقه يعني بينزل للنص. فحسابيا بقى طلعوا الرقم ده عباره عن لوغاريتم 2 فطلع الرقم العجيب ده، اقسمه على تي هاف واضرب في في دي يطلع ان شاء الله الكليرنس بتاع الدواء. هو تي هاف بتتحسب بايه؟ تي هاف بتتحسب زمن مش كده؟ مينت او اور صح؟ طيب والفي دي؟ الفي ده بيتحسب فوليوم، بيتحسب باللتر او بالملي لتر مش كده؟ فيطلع كليرنس عباره عن ايه؟ يطلع عباره عن حاجه ليها علاقه من يعني فوليوم ريليتد تو تايم، ملي لتر على مينت او ملي لتر على اور او وات ايفر يعني. خلاص؟ حصه حلوه مش كده؟ عجبتكم؟ طيب نشوفكم على خير ان شاء الله. اه بكره او بعده اجازه ان شاء الله نفس السنه الهجريه، احنا ما عندناش اجازه. احنا موجودين ان شاء الله بكره وموجودين الخميس يعني.